بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. الاهلي يا جماعه كوكب تاني، انتصارات على كل الاصعده، يلعب يكسب، ما يلعبش يفوز، يصمت ينتصر، يتحدث يبهر الجميع، حلقه للتاريخ. ابقوا معنا ولو للفجر. ابراهيم اهلا بيك يا باشمهندس، اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، والف مليون مبروك، 40 مليون مبروك للاهلي واحبابه، للاهلي وشبابه، لكباره ولكل عشاقه. قبل نهايه الدوري بوقت كافي جدا يحسم الاهلي بطوله الدوري الاربعين. احنا في الاسبوع كام؟ ليحصل على النجمه الرابعه قبل الهنا بسنه بكتير كمان. احنا في الاسبوع كام؟ الاسبوع متغير، يعني الاهلي لعب 28 نقط من 28 مباراة، الإسماعيلي لعب 27، الزمالك لعب 27، المصري لعب 26. الأكثر عددا في المباريات المتبقية المصري البورسعيد، النهارده تعادل مع الإنتاج الحربي فحسم للأهلي البطولة مبكرا. إذن الأهلي يفوز ببطولة الدوري العام دون أن يلعب. الأهلي لو خسر مبارياته الستة اللي باقية ما خدش فيهم ولا نقطة هيتوقف رصيده عند 75 نقطة اللي هو الرصيد الحالي بتاعه. أقرب حد ممكن يوصل لرقم ينافس الأهلي المصري. المصري لو كسب مبارياته الثمانية اللي باقيين لأنه عنده ماتشين زيادة، لو كسب الثمان مباريات هيصل للنقطة 73، ده أقصى حد يوصل له. إذن هنا زاد فارق النقاط عن فارق النقاط المتبقية، فحصل الأهلي على النجمة الرابعة. وقلنا لحضراتكم قبل كده إيه حكاية النجمة، عشان في ناس حاطة 7 نجوم و10 نجوم و15 نجمة. قصة النجوم في الدوري كعرف دولي، كل 10 بطولات دوري ليهم نجمة، فالأهلي بحصوله على اللقب الأربعين في الدوري حاز النجمة الرابعة. في نجمة استرليني ونجمة مش عارف ايه ونجمة حسب النجمة، فإحنا نجمتنا بعشر والنبي انت اللي نجم بعشر انتصارات انت اللي نجم. فانت عشان كده احيانا تبقى نجمه مباراه واحيانا تبقى بطوله، لكن نجوم الاهلي النجمه بعشره. طب نجوم نسمع الكلام ده. نجوم نسمع، قوم يا اهلي شوفوا ولادك والبنود. شيوخك اللي سببت لنا وريت شبابك حفظنا باسمنا. شوف آيات النصر في كل العهود، شوف وسجل بيها أبكار الخلود. انت دايما انت دايما انت دايما 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 في الأمان. كل نعمة في رحابك عندنا، في مشيئة وإرادة ربنا. شيوخك الحسن مجدنا وشبابك احتفظنا باسمنا. انت دايما 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 في الامان. شوف يا عزيز ابراهيم، انت عزيزي قوي النهارده طبعا. واحنا في العربيه تحت بيتك فاز الاهلي بالدوري العام. وصلنا هنا خلصنا مراجعات، فاز الاهلي بمباراه الكره الجمارك النيجيري. الجمارك النيجيري، انتصارات على كل الاصعده، ولذلك كان اختيار موفق من حضرتك. امي اهلي شوف ولادك والبنود. ليه لما تقول ان هو يوم سعيد جدا مع اذان الفجر النهارده حسمت صفقه مهمه للاهلي. انتصار الصمت بقى، ما انا بقول لك انتصار الصمت. حلو. تسكت تكسب. لا لا. تنام تكسب. تنام تكسب. احمد فتحي زائر الفجر. شوف يا استاذ الراجل، يعني مساله ان الناس عايزه منك كلام، وعايزه منك كلمه تقولها، وعايزه ترد على فلان وانتوا ساكتين ليه، وهو ده الاهلي، وتفضل تستفز فيك الحبايب قبل المنافسين. وانت بتتحمل. يا جماعه اعرفوا اسلوبه الاهلي، اسلوبه الاهلي مش بتاع لك لك، اسلوب الاهلي يا خلص يا ما خلصي، مستعجلين على ايه؟ امبارح يوم الاتصالات المكثفه على كل الاصعده. والله العظيم الكابتن خطيب للفجر في اتصالاته كلامه،
ولكن في تفاصيل في موضوع كابتن احمد فتحي لازم هنستعرضها لما تيجي تناقش هذا الامر. طيب عايزه دلوقتي الاغنيه والنشيد التاريخي للاهلي من شيوخك اكتسبنا مجدنا. هي دي. ايوه. تاني وتالت ورابع يا جماعه يا اللي مستفزكم كلمه مبادئ وقيم وتقاليد وارث وثوابت من شيوخك اكتسبنا مجدنا. ما هو احنا فاقد الشيء لا يعطيه. ما أيوة. تقدرش تستحدث حضاره. أيوة. مشكله امريكا النهارده انها احدث دوله في العالم. ما عندهاش حضاره. صحيح. فبتعمل من كل شيء حضاره. حضارتها انها تقضي على الحضارات. صحيح. كلام مش في السياسه. لكن انا بقول لك النهارده انت ليك حضاره. طب نوديها فين؟ يعني ننساق ورا المنافس اللي بيقول لك يعني ايه ثوابت وقيم وبتاع. ولذلك احنا ادي شيوخنا وادي جدودنا وادي ابائنا 135 بطوله. الدرع الدوري النهارده اذا كان الدرع الاربعين في الدوري فهي البطوله 135 للنادي الاكثر تتويجا بالبطولات على مستوى العالم. 140 من سنه 48 في الدوري. صحيح. يعني هو ده. لكن عندك بطولات من العشرينات. طبعا بطولات باسماء اخرى. بالظبط. لكن من سنه 48 انت فقدت كام بطوله؟ انت ما هتلاقي نفسك من 48 ل 2018 50 سنه 60 سنه. ها؟ كسبت 40 وال 20 التانيين في منهم حوالي 8 سنين ما فيهمش كوره. عشان كده يا جماعه الاهلي بينافس نفسه. بينافس نفسه بجد. الاهلي اول ما بدا الدوري 70 سنه 70 سنه اول ما بدا الدوري 9 دوري ورا بعض. واللي حصلني يبقى يعورني بقى. 9 دوري 9 دوري حرام. لسه كله بيجري دلوقتي. 9 دوري حرام. وبعدين يفقد بطوله حلال وبعدين بطوله ثانيه حلال لنادي ثاني وبعدين بطوله ثالثه حلال لنادي ثالث وبعدين يستعيد يقف الدوري يكسب 7 ولا 9 تانيين حرام ثم يخسر واحده ويرجع يكسب 7 حرام وهكذا. الاهلي من حرام الى حرام. يا حرام يا حرام. عشان كده بطولات وانتصارات يا اهلي وامل ماهر. بطولات وامجاد. الاهلي خد البطوله الاربعين في الدوري، علق النجمه الرابعه، فاز بالبطوله 135 من اجمالي البطولات عشان يكون الاهلي اكثر انديه العالم تتويجا بالبطولات المختلفه البطولات المتنوعه. ده غير اللقب القاري اللي كان بيتنافس عليه قبل كده وفقده. لكن 135 بطوله مجتمعه تجعل الاهلي الاكثر تتويجا في العالم. على الدوري حدث ولا حرج. الاهلي بطل الدوري حقيقة تاريخية ربما تكون موجودة على جدران المعابد حتى. الأهلي 40 دوري، الزمالك 12 دوري، الإسماعيلي 3 بطولات للدوري وفي بطولة واحدة للمقاولين والترسانة والأولمبي وغزل المحلة. الزمالك 12 دوري، حسام عاشور 11 دوري. عنده فرصة ينافس النادي الأهلي حسام عاشور. لكن بلقب 11 بطولة في الدوري اللعيبة الأكثر حصولا على درع الدوري مع الأهلي كابتن صالح سليم والكابتن ثابت البطل عليهم رحمة الله، كابتن حسام حسن والكابتن حسام عاشور، كل واحد شال الدوري 11 مرة. فحسام عاشور هو اللي عنده فرصة يعدي صاحب ال 12 دوري ويبقى أكثر الفوز بالدوري الأهلي ثم حسام عاشور. كابتن مصطفى عبده والكابتن محمود الخطيب والكابتن أسامة عرابي والكابتن عماد متعب كل واحد حقق 10 دوري. الكباتن توتو وكرامي وابراهيم حسن وهادي خشبة عندهم 9 دوري يا باشمهندس. لكن كمان حسام البدري بهذا الإنجاز انضم إلى قائمة المدربين العظماء اللي فازوا للأهلي بالدوري. أفكرك بيهم: لبيب محمود وفريدز الاجنبي ونيكوفيتش وجون ماكبيرد ومصطفى كامل منصور ومحمد عبده صالح الوحش عليه رحمه الله، هيديكوتي، كالوتشاي، محمود السايس، محمود الجوهري، طه اسماعيل، ديتريش فايسا، الان هاريس، راينر هولمان، راينر سوبل، مانويل جوزيه، حسام البدري، فتحي مبروك، مارتن يول وحسام البدري مجددا.
عايز بس حد يتاكد وهطلبها من الاعداد. نينكوفيتش اعتقد نينكوفيتش كان بيدرب الزمالك، لكن اللي كان بيمرنا احنا تيتكوش. ايوه تيتكوش قبلي. ايوه تيتكوش. الهدافين بقى البطولات بتاعه الدوري السنه دي فيها كلام كتير جدا، لكن زي ما المهندس عادلي قال من شويه، هو النهارده يوم الانجازات الاهلاويه، يوم فيه صخب اهلاوي كبير، عشان كده تسمعوا في الحلقه كتير من التفاصيل والحكايات وربما الكواليس والاسرار. عارف عايزين تسمعوا مواقف اللعيبه والتجديدات والصفقات، هتسمعوا ان شاء الله الكلام المهم والمفيد. بس النهارده الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي اراد ان يضع الحروف الحائره على او النقاط الحائره على الحروف البارزه عشان يتبين الامر لكل محب النادي الاهلي بل ولمنافسيه ايضا. الجميع يدرك حقائق الامور في النادي الاهلي من خلال كلمة للكابتن محمود الخطيب بدأها بالحديث عن مبادئ النادي، دور الإدارة في العودة للعب في استاد القاهرة. دي مسألة ما كانتش سهلة أبدا. نسمع كلام الكابتن الخطيب. النهاردة تم عقد اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي، وتمت مناقشة الأحداث اللي حصلت في مباراة الأهلي الأسبوع اللي فات. للأسف الأحداث المؤسفة اللي حصلت الأسبوع اللي فات في استاد القاهرة، ونظرا لأهمية الموضوع اللي تمت مناقشته ولأول مرة يعني، وأتمنى تكون آخر مرة كمان، قررت أن أعرض بنفسي قرارات مجلس الإدارة لأعضاء النادي وجماهيره. بس قبل ما أعرض على حضراتكم القرارات، أنا عايز أتكلم شوية عن نقط مهمة. أول نقطة هي ان يعني مرجعياتنا احنا كأهلوية دايما في اي أزمة او قرار هي مبادئ النادي الأهلي، المبادئ اللي حافظنا عليها من 1907 لغاية النهاردة على مدى اكتر من 110 سنة، جيل بيعلمها الجيل، احنا اتعلمناها من اللي قبلنا، وكمان واجب علينا جدا اننا كمان ننقلها للأجيال اللي بعدينا. مبادئ النادي الأهلي هي اللي خليته كيان عظيم، خليته صرح كبير، خليته نادي القرن قبل ما يكون نادي بطولات وانتصارات. أول مبدأ عندنا كلنا كأهلوية إيه؟ أو أول مبدأ عندنا في الأهلي إيه؟ هو أن الأهلي فوق الجميع، اللي هو جميع أبنائه، يعني أن كل واحد بينتمي بجد لكيان النادي الأهلي أو بيحب النادي الأهلي بجد، بيحط دايما مصلحة النادي الأهلي فوق مصلحته هو الشخصية أو رغبته الفردية. ومن هنا أنا عايز أسأل سؤال، هو اللي حصل ده في مصلحة مين؟ هي دي مصلحة النادي الأهلي؟ هي دي مصلحة أعضائه وجماهيره؟ أكيد لا. الحقيقة إن في قلة قليلة اندست وسط أو في وسط جمهورنا العظيم بتضر مصلحة النادي وأعضائه وجماهيره، وبترجعنا كمان سنين لورا. مباراة الأسبوع اللي فات وانت كسبان مكسب كويس الحمد لله كان ممكن تكون حدث عظيم، حدث لأول مرة من حوالي 5 سنين يا جماعة النادي الأهلي بيلعب في وجود جمهور جوه استاد القاهرة، الملعب بتاعنا، الملعب اللي شهد انتصاراتنا. بقالنا سنين بنضطر للأسف نلعب من غير جمهورنا، من غير جمهورنا العظيم. سنين فرقتنا بتضطر تسافر مئات الكيلومترات علشان تلعب. عشان كده إدارة النادي بذلت الحقيقة مجهود كبير جدا علشان نبتدي نرجع الجمهور تاني لاستاد القاهرة، الملعب اللي هي شاف وشاهد على جميع ولا على اعظم انتصارات للنادي الاهلي. مش عايز اقول لحضراتكم على كم الاجتماعات اللي عملتها الادارة مع عدد كبير من اجهزة الدولة المختلفة عشان نقدر نحقق التقدم ده.
نرجع لاستاد القاهره ولو حتى ب5000 مشجع بس، ولما التجربه ان شاء الله تنجح نقدر يعني نزود العدد واحده واحده لغايه ما ترجع الحياه لطبيعتها. ده كلنا اللي احنا بنأمله جميعا، ونرجع تاني نلعب ب100,000 مشجع او 100,000 متفرج في المدرجات اللي كانوا اللي بيحرق يعني بيحركوا الحجر، يرجع الجمهور اللي هو اللاعب رقم واحد، يرجع الجمهور اللي ما فيش في العالم جمهور زيه، يرجع الجمهور اللي في كل اللي كل الفرق في افريقيا بتعمل له 1000 حساب، الجمهور اللي بنخطط ليه استاد عالمي يكون افضل من يعني من افضل 10 استادات في العالم ان ما كانش افضلها. ليه ده؟ لانه فعلا الجمهور الاهلي ده يستحق هذا. انا اعرف جمهور الاهلي كويس، وهم كمان وكلكم وجمهور الاهلي كله يعرفني كويس. احنا عشره عمر، عشره عمرها تقريبا 50 سنه. عشان كده انا بقول اللي انا شفته الاسبوع اللي فات ده مش جمهور الاهلي، ومش ممكن يكون جمهور الاهلي. وعشان كمان اكون يعني دقيق اكتر، الشوط الاول كان ممتاز، تشجيع مثالي ومحترم، انا كنت سعيد بيه جدا لان شفت الاسره الاهلاويه بشبابها الجميل المحب لفريقه الداعم لفريقه. لكن اللي انا شفته في الشوط الثاني وعرفت ايه اللي حصل بعد الماتش، قلت مش ممكن ده يكون جمهور الاهلي. لماذا يحرص الكابتن محمود الخطيب ان يتحدث ويعلن بنفسه قرارات مجلس الاداره الذي في الجلسه التي عقدت وبندها الرئيسي احداث مباراه منانا؟ الحرص الشديد، حد هيفاصل في علاقه الكابتن محمود الخطيب بالجمهور؟ الجمهور الذي يعي قيمه الكابتن محمود الخطيب، والجمهور الذي يعي الكابتن محمود الخطيب فضله على محمود الخطيب، هل في فصال في العلاقه دي؟ لا طبعا. لكن لا يعني هذا لا يمنع انك انت تشاور على الحق والحقيقه، لان دي مبادئ الاهلي. اللي اول ما الكابتن محمود الخطيب يقول انطلاقا من قيم ومبادئ النادي الاهلي وحرصنا على ان هذه القيم تسبق النتائج وتسبق المصالح وتسبق كل شيء، يبتدي بقى الهرش والارتكاري عند الناس اللي بتضايقها الكلمه دي جدا، لانه مش هيعرفوا يوصلوا لهذا المعنى. ده معنى متجذر، معنى يعني هو ده نشأ الاعمده الاساسيه للاهلي. ولذلك دي كانت معركتنا يمكن في فتره ما، مش ضد افراد لكن لتعميق هذا المعنى، ونشوف مين الذي يحرص على استمراره. ما تدخلناش من يخترق هذه القيم والمبادئ وقد كان، لكن هل نغفل انهم ما زالوا متربصين؟ متربصين ولا متربصون؟ متربصين، ما زالوا متربصين، ما زالوا متربصين او هم متربصون. يا الله، يعني بتعلم منك. خلاص ده انت استاذ. اذا امشي انا بقى. لا اوعى تمشي. انا عايز اقول التربص بيبان، نفس الوشوش، نفس الكلام، نفس الجروبات، نفس الحتت، هم يبتدي يهيلوا التراب على كل شيء جميل. وقد كانت مباراة منانا شيء جميل حتى منتصف الشوط الثاني، اللي ظهر التربص من خلال كلام مسبق معد يتم القول به. اذا لن نستبق الاحداث، لان الكابتن الخطيب عندما يحرص ان يطلع يقول هذا البيان بنفسه، يطلع ويؤكد على ان الاهلي مع جماهيره مش ضدها، بس اني جماهير، جماهيره اللي تفاعلت معاه طول عمرها انطلاقا منها، لم تكن الجماهير هي صناعه الامجاد، ولكن الاهلي يصنع الامجاد فيجيش الجماهير، الجماهير هي التي حافظت على هذه الامجاد، وهذا هو المعنى الذي ينبغي ان احنا جميعا لان لو في بقى جماهير هتبتدي تفرض عليك مفاهيم جديده هيبقى خطر جدا يا عزيز ابراهيم. اللي يعرف الكابتن الخطيب
يدرك حتى في اهتمامه بالشأن الأهلاوي أنه أكتر حاجة ممكن تخليه يفكر 3-4 مرات مصلحة النادي ورأي جمعيته العمومية، جنبا إلى جنب منها جمهور الأهلي. وده مش من فراغ، لأنه الحقيقة ما اعتقدش أنه في تاريخ الكرة المصرية في حد حاز حب وثقة الجماهير ربما كلها والأهلي منها بالخصوص قد محمود الخطيب. وما اعتقدش أنه كابتن الخطيب راعى بعد معين أكتر ما راعى البعد الجماهيري حتى في النقاشات العامة لما بنتكلم في أي حاجة. فبالتالي هذه المنطقة كانت بره مجال المزايدات ومحاولات المتربصين زي ما أشار المهندس عدلي. بس أنهي جمهور؟ فيه بعض المشاهد شاور عليها الكابتن محمود الخطيب نجم الجماهير الأسطوري وقال لا ده مش ممكن يكون جمهور الأهلي. ده الكلام بقى نسمعه. جمهور الأهلي ما بيشتمش، جمهور الأهلي مش بيخرج بره السلوك الرياضي لأن دي مبادئ الأهلي. جمهور الأهلي بيجي مدرجات عشان يدعم فرقته ويشجعها، ومدرجات مش مكان لأي هتاف خارج الرياضة، هي دي مبادئ الأهلي. جمهور الأهلي ما فيهوش ناس بتدخل المدرج وهم ملثمين ويعتدوا على غيرهم. جمهور الأهلي مش بيكسر كاميرات ويكسر كراسي استادنا وملاعبنا. جمهور الأهلي مش بيخلي ناديه يدفع ملايين الجنيهات تعويضات وغرامات بدل ما نطور بيها النادي أو ندعم بيها الفرقنا الرياضية. جمهور الأهلي بيحلم زي ما كلنا نحلم باستاد النادي الأهلي. وإحنا عشان نبني المشروع العملاق ده جايبين مستثمرين يحطوا فلوس بالمليارات في شراكة مع النادي الأهلي. طيب دلوقتي بقى أنهي مستثمر هيحط فلوسه معانا في الاستاد إذا كان في ناس بتدخل الاستاد عشان تكسره؟ أنهي مستثمر هيشارك في بناء الاستاد يتلعب فيه ماتشات من غير جمهور؟ مين يا جماعة بيحاول يقتل الحلم ده؟ مين مش عايز يتطور ده؟ الحلم اللي بالنسبة لنا هو حلم يعني ملايين الأهلوية، هو كمان فعلا هو مشروع القرن للأهلوية. عشان كده أنا فعلا حزين، وحزين جدا إن في عدة أفراد اندست وسط جمهورنا العظيم وبسئليه، عدة أفراد بيعملوا اللي بيعملوه ويعني وتسيب غيرها يدفعوا الثمن، عدة أفراد بيحاولوا يوجهوا حماس شبابنا الجميل لأهدافهم هم ومش لمصلحة الأهلي، وكمان بيعرضوا مستقبل ولادنا للخطر. وده بقى حقيقة يعني ده أمر أنا كأب قبل ما أكون رئيس النادي مش هسمح بيه. في عدة أفراد فاكرة إنها تقدر ترجعنا للمربع صفر، فاكرة إنها ممكن تمسح مبادئ وتاريخ الأهلي، ده مش هيحصل. وكمان مش تمسح مبادئ الأهلي وتاريخه، لا وكمان مستقبله، في ناس بتهدف لده. عدة أفراد بتقف بين الأهلي وبين عودة الجماهير. جمهور الأهلي بيمثل شعب مصر بكل عناصره، عشان كده هو اسمه النادي الأهلي، لأنه نادي أهل مصر. أبهاتنا وأمهاتنا وعائلاتنا وشبابنا وولادنا الصغيرين. لكن واضح إن في عدة أفراد فاكرة إنها ممكن تفرق بين الأهلي وجماهيره. أنا مش هسمح بده، ومجلس إدارة النادي الأهلي مش هيسمح بده، ومتأكد إن أعضاء النادي الأهلي وملايين الأهلوية مش هيسمحوا بده. ومبادئ النادي الأهلي بتقول اللي يغلط لازم يتحاسب، وإحنا أول ناس بنحاسبه أيا كان من هو. الكابتن الخطيب
شاور على نقطة مهمة جدا لم يتحدث عنها أحد. الحرب ضد مستقبل الأهلي كان جزء من هذا المخطط. الموضوع مش موجه بس للدولة في هذا التوقيت، مش موجه بس ضد عودة الجماهير، ده حتى على الصعيد الاستثماري في ناس برضو بتهرش كل ما تفكر الأهلي هيعمل الاستاد بتاعه. انت هارش الهراشين. انا اللي مضايقني ان بدل ما يروحوا يعالجوا الحساسية بيحاولوا يزودوها، لان والله كل ما تضربوا في الاهلي هتهرشوا اكتر. الاهلي بهذه القوة، الاهلي بهذا النضج. كابتن خطيب لو تلاحظوا المجهود اللي بذله، انا اعتقد انه فقد يمكن 7-8 كيلو من وزنه. صحيح. ولسه الناس بتزايد على مواقف مجلس إدارة النادي الأهلي اللي شبابه مع قياداته ليل نهار بيواصلوا العمل. وبعدين انحيازهم للجماهير، عايزين يرجعوا للاستاد القاهري. كان راح وريح دماغه برج العرب وبقى 50,000 متفرج وكسب فلوس قد كده النادي الأهلي. لا، عايز يرجع الأهلي في ملعب القاهرة، عايزين نرجع الحياة الطبيعية علشان نقول للناس ايوه هنعمل استادنا وهنستقبل المباريات و و و. اوعى تفتكروا يا جماهير الاهلي العريضة ان هذا الامر في 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 غايب عن البهوات اللي افتعلوا هذه الازمة وداخلين يفتعلوها، وعايزين يعطلوا الاهلي ومسيرة الاهلي جنب مسيرة مصر. ايه الخيابة دي؟ باذن الله لن يحدث، لأن الأهلي له جمهور حقيقي درعه. أنا بقول الجمهور مش هو صانع الانتصارات، لكن هو الدرع والسيف اللي بيحميه، هو جزء من صناعة الانتصارات. قيادته وإدارته ولاعبته ومنظومته وقيمه وتقاليده وجماهيره، هو جزء، لكن هو الجزء الأكبر، المساحة الأكبر، الدرع الحامي لقيم وتقاليد، وهو اللي هيقضي على هذه الظاهرة بإذن الله يا أستاذ إبراهيم، لأن الموضوع زاد عن حده. الموضوع زاد عن حده، ويكاد لا ينفصل فيه العداء بين أعداء الوطن وأعداء الأهلي. عودة الجمهور للملاعب يا جماعة، عشان هي مش لمجرد هيصة، عودة الجمهور للملاعب بكثافة ده ملمح من ملامح الحياة الطبيعية. ولما يكون البلد ماشية في النسق الطبيعي ووصلت للدرجة الطبيعية في كل مناحيها، خاصة في كرة القدم باعتبارها ان هي واجهة رياضية وشعبية مهمة للعالم برة، ساعتها مصر هتتكلم على استقرار امني حقيقي، هتتكلم على جذب استثمارات مشجعة جدا لكل المستثمرين، هتتكلم على تدفق سياحي بإذن الله تعالى مأمول في وطن مستقر. ده نتاج الحياة الطبيعية، انه يبقى فيه استقرار بشكل كامل، في نشاط رياضي منتظم، في ملاعب حضور جماهيري كامل. اعداء الوطن اللي مش عايزين كل ده، لا عايزين استثمارات ولا عايزين سياحة ولا عايزين استقرار ولا عايزين امن، هم في نفس الخندق، عايزين اهلي، هم في نفس الخندق اللي لا عايزين اهلي ولا عايزين نادي بطل ولا عايزين نادي يسعد الغالبية العظمى من جماهيره، ولا يبني مستقبله، حتى لا يبني مستقبله، لا يجتذب استثمارات كبيرة للاستثمار الرياضي في منشأة الكل بيطمح ان هي تحدث نقلة حقيقية في البنية التحتية الرياضية والمفهوم الرياضي والسياحي العام زي ما شفتوه قبل كده. كل الهدف الإعاقة والكعبلة والعرقلة، فولات صريحة جدا في حركة وتقدم النادي الأهلي، لكن زي ما قال رئيس النادي الأهلي أبدا لن يسمح. نشوف كمان كابتن الخطيب يتحدث عن قرارات مهمة للمجلس. مجلس إدارة شكل لجنة قانونية عشان تدافع عن الأبرياء اللي ملهمش ذنب في الموضوع، عشان نحافظ على مستقبل ولادنا. الأهلي ماشي في طريقه، وبإذن الله مفيش حد هيقدر يوقفنا.
وزي ويعني وزي ما هنحافظ على تاريخنا ومبادئنا كمان هنكمل في التطوير. ليه؟ لان شعارنا لو انتم حضراتكم فاكرين هو تاريخ مبادئ تطوير، هو ده شعار النادي الاهلي من 1907 لغايه النهارده. وكمان اللي حصل ده مش ممكن او مش هيخرجنا عن طريقنا لهدفنا وللتطوير اللي احنا عايزينه. كل إدارة أو كل إدارات الأهلي اشتغلت ليل ونهار على مدى 3 شهور عشان ننفذ برنامج عائلة الأهلي. والأسبوع اللي جاي إن شاء الله احنا عاملين لقاء عشان نقدم أخبار واثقين بإذن الله إنها تسعد كل أفراد عائلة الأهلي. أنا بصراحة كنت عايز أطلع أتكلم معاكم من ساعة الماتش أو من أول ما الماتش ما خلص، لكني هديت شوية وقررت أكتفي ببيان اللي هو نزل يعني يوم بعد المباراة مباشرة يوضح موقفنا المبدئي، وقررت كمان أأجل كلمتي مع حضراتكم لأننا تعلمنا من مبادئ الأهلي إن قرارات الأهلي هي قرارات مؤسسية، قرارات مجلس إدارة مش قرارات فردية، ولازم تبقى قرارات مدروسة على حقائق ومعلومات مش قرارات انفعالية. وكمان خلال يعني الأيام اللي فاتت عملنا تحقيقات داخلية جوه النادي عشان نشوف الخطأ فين، ونشوف كمان إيه اللي احنا محتاجينه أو محتاجين نعمله علشان اللي حصل ده ما يتكررش تاني، وبإذن الله ما يتكررش تاني أبدا. ونظرا بقى لأهمية الموضوع اللي ناقشناه النهاردة في مجلس الإدارة، قررت برضو دي أول مرة وأتمنى تكون آخر مرة، قررت أعلن بنفسي قرارات مجلس الإدارة. قرارات مجلس إدارة: 1. تكليف الشؤون القانونية بالنادي لمتابعة التحقيقات لتوفير المساندة والدعم القانوني للأبرياء وغير المتورطين في أعمال الشغب. 2. تشكيل لجنة لتحديث تذاكر ودعوات المباريات وكيفية حصول المشجع عليها وبطريقة مؤمنة. 3. تفعيل التعاقد مع الشركة الأمنية المتخصصة لتحديد المسؤوليات وتكون مسؤولة عن أمن المباريات. 4. بعد انتهاء التحقيقات منع المتورطين في أعمال الشغب من دخول مباريات أو أي مباريات أو أنشطة داخل النادي الأهلي لمدة 3 سنوات. دي قرارات مجلس إدارة بعد دراسة وبعد دراسة كل الأحداث اللي حصلت خلال الفترة اللي فاتت. ومن هنا بقول إن النادي الأهلي الفترة اللي فاتت حافظ أو بيحافظ دايما على مبادئ وقيم النادي الأهلي، وده واجبنا زي ما قلت أجيال وراء أجيال، ولازم الأجيال اللي احنا اتعلمنا منها نعلم احنا الأجيال اللي بعدينا. وفي النهاية أنا بشكر حضراتكم جدا، وأتمنى إن احنا ما نوقفش الوقفة دي تاني، وأتمنى بإذن الله اللي جاي يكون أفضل بإذن واحد أحد. واتمنى ان شاء الله او متاكدين باذن الله جميعا اداره وعاملين وجماهير واعضاء عاملين كلنا لازم نحافظ على شعار النادي الاهلي، نحافظ على التاريخ ونحافظ على المبادئ وتطوير مستمر باذن الله. شاكر جدا والسلام عليكم. الحقيقه القرار بتاع تكليف الشؤون القانونيه في النادي متابعه التحقيقات التي تجرى مع الجماهير للمساندة أي مظلوم، ده قرار يستحق التحية يا باشمهندس. البيان مش البيان، السرد اللي سرده الكابتن خطيب من كتر ما هو صادق ومقتنع به أراه بارتجال. لأنه هو ده اللي عايشه وده اللي ترجم في قرارات بعد كده. وتشعر انك مصدق المواقف وكل كلمة فيها، وهو بيان مش بيحفظ توازنات لكن هو متوازن. مش هنحمي مخرب، مش هنحتضن مثل هذه النوعية اللي بتعرقل مسيرتنا وتهدد مستقبلنا، لن نسمح بشتام او مخرب
أو مشاغب أو مشاغب. في نفس الوقت سنقف بمنتهى الحزم والقوة والمساندة مع المظلوم، لأن أنت عارف لما يبقى فيه كر وفر وحالة من الفوضى ممكن يتمسك بعض الناس لحد ما تتضح حقيقة أنهم ما لهمش علاقة بالأحداث، فأن يكون حريصا وهو يوجه هذا الكلام القوي ضد المخطئين أنه حيدافع عن كل من هو مظلوم أو بريء. دي النقطة المهمة جدا، هذا هو المعنى الحقيقي. أن ترى الأمور بالمعيار الموضوعي السليم، ما تبقاش راجل زي ما بيقولوا تدغدغ المشاعر سواء للسلطة أو للجماهير. الغلطان هيتحاسب، اللي مش غلطان هندافع عنه. بالظبط. وده الرد العمل القوي للناس اللي حاولت تصطاد في ماء عكر وحاولت تقول الأهلي بيسلم جمهوره للأمن، الأهلي ضد جماهيره، الأهلي تخلى عن جمهوره. ده بالعكس، الأهلي وهو يلفظ هذه القلة الغير أهلوية وغير المعبرة عن طبيعة وقيمة وسلوك جمهور النادي الأهلي المتحضر جدا، في نفس الوقت مجلس الإدارة بيشكل لجنة قانونية من الشؤون القانونية في النادي وبيكلفها بحضور التحيات والدفاع عن جماهير الأهلي البريئة، بحيث انه مفيش عنصر بريء مظلوم يتعرض لحاجة هو ما ارتكبش خطأ بسببها. هي دي المساندة وهي دي الإيجابية وهي دي العلاقة. بس في نقطة أيضا مهمة، وكنت بتحدث معاك انت، كان ليك مش اقتراح، هو شيء لازم يكون موجود. مسألة انه بيقول هنراجع منظومة توزيع التذاكر وحنتعاقد مع الشركة ونحدد لها المسؤوليات الكاملة والصلاحيات الكاملة عشان تكون مسؤولة. بالظبط. بس أنا عايز أتوقف عند، لأن دي كان ليك ملحوظة أو ملاحظة أنا معاها 150%، وستقضي على كثير من الأمور وهتكون عنصر داعم في إعادة الانضباط. أنت دلوقتي عايز، حلو قوي، خدنا بيانات الناس اللي بمقتضاها هياخدوا تذاكر، فبين عارفين مين اللي دخلوا، مين اللي دخلوا، بس دخلوا فين مش عارفين. ايوه، مين قعد فين مش عارف. اذا فكره ان لابد ان الاستادات، وتساعدنا بقى استاد القاهره، برج العرب، استاد الاهلي الجديد، اي استاد، بيتروسفورد، عمليه ترقيم توزيع المدرج الى مقاطع كل جزء منها مرقم. بالظبط. يعني مثلا ايه، من واحد لألف في الجزء الأزرق ده، واحد من واحد لألف، دول في المربع ألف ده لونه كذا، يبقى التذكرة بتطلع 45,000، هيقعد على الكرسي 45,000، وانت بقى 45,000 ده اتباع لمين؟ بقت مسؤوليته انه يدافع الكرسي. بالظبط. يا ما يروحش. بالظبط. ده هيقول مش انا، وناس زقوني وقعدوا عليه، يمسك فيهم. بالظبط. لان هتؤدي الى عمليتين، اولا هتعرف مين اللي بيكسره، ثانيا ثلاث حاجات، ثانيا الراجل اللي اشترى اللي مش عايز يطمع، انت كده ما انت الكرسي بتاعك ده اللي انت خدته يا استاذ ابراهيم منيسي 45,000 اتكسر، مين اللي كان قاعد عليه؟ فلان. انت بس. ما هو انا بفترض ان استاذ ابراهيم منيسي لبستها عليك، لبستها استاذ ابراهيم منيسي 45,000 كرسيك اتكسر عليك كذا، مش على النادي الاهلي، ايوه عليك كذا. هتيجي تقول لي مش انا، احميه. ايوه احميه. بمعنى ايه؟ اما يجي واحد يقف يتنطط عليه يقول له انزل يا ابني، ده بتعرف يا باشمهندس، هي او يجي يكسره امسك فيه. بالزبط. وسلمه. بالظبط. هي فكره دخول الجمهور للملعب من اول ما الاستاد اتفتح، في دخول الجماهير، المشجع اللي دخل للكرسي بتاعه هو بقى متعاقد مع هيئه الاستاد او مع النادي منظم المباراه، دفع فلوس نظير الجلوس على هذا المقعد لمدة المباراة، ما يقدرش يدخل تاني يوم، هو ملوش إلا وقت المباراة، قعد 3-4 ساعات في الاستاد المخصص ليه هذا الكرسي المحدد برقمه. أي حاجة تحصل لهذا الكرسي دي مسؤوليته الشخصية. في جزء كتير جدا من تلفيات التذاكر الكراسي ما بيبقاش نتيجة شغب، لكن الشباب في الألتراس بالذات بيحبوا يتنططوا
فطول طول ما دخلوا الاستاد راكبين على الكرسي وبيتنططوا فالكراسي بتتكسر. ساعتها لما يكون الكرسي اللي انا واخد تذكره متوزع عليها الرقم بتاعي وقعدت على الكرسي بتاعي، الناس اللي بتدخل جمهور ببلاش مش هتدخل. عمليات التسريب اللي بتدخل ان انا يبقى معايا تذكره في المقصوره الاماميه، وحصلت كتير جدا حتى في برج العرب، يبقى معاك تذكره في المقصوره الاماميه وولادك وتروح تقعد، الرقم اللي معاك في المقصوره الاماميه ناس قاعده عليه في المقصوره الاماميه اللي هي المفترض عدد محدود. محدش، احنا ليه فاقدين النظام؟ اللي بيحصل لنا ده نتيجه انعدام هذا النظام. اكدنا قبل كده علبه اللاكيب 20 جنيه. القائمين على الاستادات والله ما عندهم مشكله حقيقيه في ترقيم الكراسي. والناس اللي بتبيع التذاكر مصر ليه؟ مصر الاستاد ممكن تعمله بعلبه. يعني ايه علبه اللاكيب 20 جنيه؟ عايز تعمل الاستاد ده كله بعلبه يا استاذ ابراهيم؟ علبه لكل مدرج. يعني 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 المطلوب ان انت مش هتنشئ، انت مش هتبني خرسانه، انت هترقم الكراسي باي رقم انت هتحطه، بس تضبط توزيع التذاكر مع ارقام الكراسي. بس أيوة. خلصت المشكله واصبحت العقوبه شخصيه. عشان نكمل بقى. الامن برضو له دور معانا من قبل الماتش. ما تجيش تقول لي الناس عندك قله مندسه. قول لي مين عليه باحكام وتحقيقات مش بشبهه ممنوع يخش المدرج. ايوه. اما يجي بياناته تتسجل اقول له لا انت في مش بلوك. هتاخد تذاكر. في بلوك. بلوك عليه يقول ما يخشش. لكن انت تسيب لي السداح مداح وبعدين انا مسؤول؟ لا ايوه انا مسؤول، بس ساعدني عشان اكون مسؤول صحيح. بالظبط. عشان كده مجلس اداره اخذ مجموعه قرارات في الجلسه المطوله. الكابتن محمود الخطيب سمعتوه حضراتكم وهو بيعلن بنفسه ما تم من قرارات تنظيميه ومراجعات مهمه جدا في عمليات ضبط دخول الجماهير وحمايه الملاعب، لكن في قرارات اخرى اتخذها مجلس الاداره. نشوف الأستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي وهو يعلن عن هذه القرارات. بسم الله الرحمن الرحيم، كل التحية لحضراتكم. قرارات مجلس الإدارة الحقيقة الصادرة عن اجتماع المجلس المنعقد استمرار، لأن الحقيقة هذه الجلسة كانت ممتدة من الأسبوع قبل الماضي اللي احتضنها فرع الشيخ زايد. اليوم نحن في المقر الرئيسي في الجزيرة لاستكمال جلسة مجلس الإدارة اللي صدر الحقيقة بخصوصها مجموعة هامة من القرارات. خلوني أبدأ بحضراتكم بحاجة يعني لها علاقة بالنشاط الاجتماعي لأعضاء النادي اللي بيحظوا بكل تقدير واهتمام من قبل مجلس الإدارة، وأولها هو فتح باب القرعة لمعسكر مرسى مطروح الخاص بأعضاء النادي على أن يبدأ أول فوج يوم 14/4. حضراتكم عارفين أنه معسكر مرسى مطروح الحقيقة بيكون عليه إقبال كبير جدا، وكان بيتم لمدة 18 أسبوع فقط. مجلس الإدارة استطاع انه يطور ويعمل صيانه كبيره للمعسكر، وهيبدا ان شاء الله زي ما قلنا يوم 14/4 وهيمتد ل 26 اسبوع لاستيعاب اكبر عدد من اعضاء الجمعيه العموميه. اللافت ايضا انه النادي او مجلس الاداره قرر تخفيض قيمه الاشتراك للمعسكر على ان يدعم هو الحقيقه بمبلغ كبير تيسيرا وتقديرا للسادة أعضاء الجمعية العمومية. أيضا تمت الموافقة على طرح مناقصة للشركات المتخصصة من أجل تطوير صالة الجمباز. التطوير مش بس هيكون التكييف زي ما قلنا في مرة سابقة، ولكن في هذه المرة سيكون إحلال وتجديد كامل، وأيضا تغيير الأجهزة الموجودة في الصالة في أسرع وقت ممكن إن شاء الله. كمان وافق مجلس الإدارة على إقامة معسكر لفريق كرة اليد رجالا استعدادا للبطولة الإفريقية التي ينظمها النادي وأيضا مباراة السوبر. وافق مجلس الإدارة أيضا على المساهمة بمبلغ 1000 يورو لدعم اللاعب أحمد حسني سيد الأهل لاعب الإسكواش وأحد أبطال الإسكواش في النادي للمشاركة في بطولة دولية أو بطولتين دوليتين حقيقة، واحدة في نيجيريا والأخرى في ماليزيا. وافق مجلس الإدارة أيضا أو قرر تعيين 3 مدربين في لعبة التنس للرواة وكبار السن على مستوى المقر وفروع النادي الثلاثة.
كمان وافق مجلس الإدارة على المعايير اللي وضعها جهاز السباحة والخاصة باختيار السباحين المشاركين في البطولات الدولية خارج مصر. واحد من أهم هذه المعايير هو أنه السباح اللي يسافر لابد أن يكون حائز أو حاصل على ميدالية ذهبية في إحدى بطولات الجمهورية داخل مصر. الحقيقة في موضوع مهم جدا ده له يعني علاقة بمكانة النادي الأهلي وتقدير الدوائر الدولية للنادي الأهلي. في مجموعة من الدول الإفريقية وقع اختيار شركة جاز برو الروسية. هذه الشركة هي أكبر شركة جاز في العالم وهي الراعية أو الراعي الرسمي للفيفا وأيضا لكأس العالم والاتحاد الأوروبي. في برنامج بعنوان كرة القدم من أجل الصداقة 2018 بيرمز لي بF 4F. الحقيقة أنه وقع الاختيار على النادي الأهلي من مصر من ضمن 13 دولة أو 13 نادي ممثلين لدول في قارة إفريقيا للمشاركة في هذه البطولة، وهي خاصة الحقيقة بالأطفال الصغار تحت 12 سنة. الهدف من البرنامج ده الحقيقة تشجيع كرة القدم للشباب مع تشجيع كمان نمط الحياة الصحية. طيب دي القرارات المهمة بالشأن الرياضي والإداري أيضا والاجتماعي في النادي الأهلي، لكن لأنها أيام الأهلي والحمد لله كل الأيام أيام الأهلي، بس عايزين نتوقف على آخر قرار اللي هو أن الشركة الروسي شركة جاسكو اللي هي يعني الراعية في المونديال في روسيا من ضمن 13 دولة اختارت فريق البراعم في النادي الأهلي يشارك في بطولة افتتاحية على هامش بطولة العالم. اختيار الأهلي هو تكريم جديد للمنظومة. ايه اللي يعني ايه اللي يخلي ايفنت زي ده دولي تيجي شركة راعية تختار الأهلي بالتحديد؟ السمعة لما بيدرسوا هم بيدرسوا بموضوعية حطوا معايير الكمبيوتر قال لهم يبقى الاهلي ثم الاهلي ثم الاهلي بس الناس هتزعل. لا ما هو انت دلوقتي في عيد الام بقول لكم لانها ايام الاهلي. الاهلي النهارده يكسب الدوري الممتاز لكره القدم، اول امبارح يكسب الدوري الممتاز للكره الطايره للرجال، وانسات الاهلي في الكره الطايره يزحفنا بقوه نحو اللقب الافريقي. النهارده الفجر قلب الأسد جدد وحسم المسألة. أحمد فتحي خبط على سيد عبد الحفيظ الفجر وخلص المسألة، جدد لمدة سنتين. أحمد فتحي هدف، هو الأجمل، هدف هو الأحلى، هدف هو الأروع. الله الله الله، عالمي والله، عالمي يا ولد يا ولد. أحمد فتحي، أحمد فتحي مش ممكن يا جماعة، مش ممكن. يا ولد يا ولد يا أحمد يا فتحي. هتشرب ولا أشرب أنا؟ لا خلاص أنت شربت تقول. طيب أحمد فتحي بيجدد لمدة سنتين. أيوه. لكن طبعا الفترة اللي فاتت كان فيها رغي كتير جدا وفيها كلام أعتقد شغل الجماهير. أحمد كان هيسافر، لابد من تفاصيل وكواليس. على هامش حفل التكريم اللي أقامها الأهرام والتي حصل فيها الكابتن أحمد فتحي على أفضل لاعب، ولنا ملاحظات هنرجئها لأن هنحتفي الأول بفوز نجمنا الكبير بأفضل لاعب في مصر موسم 2017. التقيته وكان بيننا مش عتاب ولكن حوار صغير جدا ولكن توضيحي جدا، توضيحي بيني وبينه. يجمعني بيه علاقات خاصة من يوم اكلت البطاطس عنده في شتوتغارت ولا في شيفيلد. في شيفيلد كان في شيفيلد وقتها في الفجر. وكأن الكابتن فتحي أدمن التجديد في الفجر. هو انضم إلينا في الفجر وهو عايز يظبط الميعاد مظبوط فجدد في الفجر. النهارده الفجر
النهارده بقى طيب عايز تتكلم في حته الحوار اللي دار في الاهرام. لا ده مش حوار كتير، هو كان توضيحي يعني. لم يا كابتن احمد ما قيل ليس هجوم على حد، بالعكس ده احتفاء بقيمه اللاعب، ولكن ايضا حفاظ على ثوابت كثيره جدا يسير عليها النادي الاهلي. واحنا شفنا رئيس النادي الاهلي ويقول لا فصال ولا مساومه على نظامه او ثوابت او تقاليد. لما احنا كنا بنتناقش في هذا الاطار، الحفاظ على الفريق ودون التفريط في حق نجم كبير او نجمين كبار زي كابتن احمد فتحي وكابتن عبد الله السعيد، ولكن ايضا لا يمكن ان يكون الامر في المطلق انك انت يعني في حدود للنادي الاهلي. لان كابتن الخطيب وهو في كلمته قال ايه؟ قال كده الاهلي فوق الجميع. الاهلي عبر تاريخه قيمه اهم من مبادئه، قيمه اهم من بطولاته، مبادئه اهم من انتصاراته، كل شيء اهم من الافراد المنتمين اليه، سواء مجلس اداره او اعضاء، جماهير، مسؤولين، لعيبه. الاهلي وهذا سر العظمه. الاهلي مش عظيم عشان بيكسب، الاهلي بيكسب عشان عظيم. واذا فرط الاهلي في هذا الامر وقد كان قريبا جدا ان يفرط، ولكن مشيئه الله ارادت ان يعود القطار الى قضبانه ولا ينقلب. هذا هو الامر باختصار شديد جدا. فكابتن احمد فتحي نموذج للانسان المستوعب الكلام ده كله. وشاري قوي النادي الاهلي. اللي يقول لك مش شاري النادي الاهلي هو شاري النادي الاهلي. وحساباته الدقيقة، وفهمت منه أو من المقربين في صديق مشترك بيني وبينه محمود، أنت عارفه؟ محمود شعبان. خد الكبيرة. وكل يوم بيكلمني محمود وأنا بكلمه كابتن فتحي، وقلقان جدا عن النادي الأهلي. لكن كان هناك ما يطمئني، أو حتى أنا كنت زمالي بقول موقف الكابتن أحمد فتحي مختلف. وهو الأقرب إلى التجديد، لأنه كابتن أحمد فتحي كان كل يوم زي اللي بيصلي صلاة استخارة في حيرة حسمها قبل أن يذهب إلى المطار في رحلة لأداء العمرة. فقال مش ممكن حمشي إلا ما أقفل هذا الملف. وذهب والكلام على لسان الكابتن سيد عبد الحفيظ، راح له البيت الفجر في مدينة نصر، راح له البيت مع محمود، مع محمود شعبان. ده محمود بيقول لي بقى، معرفش محمود طلع معاهم ولا فضل مستني تحت. لكن راح له وقال له فين العود؟ عايز اخلص انا طالع. راح ماسك القلم كابتن سيد، ما خدش عقد وراح ماضي. لدرجه كابتن سيد بتقول لو حبيت ابعت لك العقد على بياض. هو مضى ازاي على بياض؟ قلت له لن نصل في علاقتنا بلاعبتنا لا بجماهيرنا والمتلقين بتوعنا الى هذا الحد. الكل يثق يا كابتن سيد في اللي انت قلته، والكل يثق فيما قاله الكابتن احمد فتحي، والكل يثق ان هذا موقف مش غريب على الكابتن احمد فتحي. ولا والناس تقول لي هو انت غيرت؟ انا ما غيرت ايه؟ انا قلت من اول متمسكين بشده، متمسكين بشده، متمسكين بشده ثلاث مرات بوجود النجمين الكبار، اكثر الناس سعاده لو جددوا. ولكن اذا مشوا مش هنغضب او هنشعر بال وانا لخصتها لك، يبقيا بحب او يرحل باحترام. هنشعر ببعض الضيق، لكن ضيق لا يقلب الى مشاعر سلبيه. بالظبط، في تقدير لمشوار لناس اخلصت وما عملتش يعني حاجه اكتر من انها قاست ان مصلحتها في روعها، ان هذا مصلحتها. كابتن احمد فتحي لما قاس الامور كويس وبتاع وكلم كل الاطراف وعيلته، طبعا صعب القرار معاه، اعتقد انه اختار القرار اللي مش هيندم عليه ابدا، وأن يبقى في الأهلي إلى أن بإذن الله يعتزل. وفي كل الأحوال حسنا فعل. ولم يبقى لدينا من المسائل المعلقة إلا الكابتن عبد الله السعيد، وهذه قصة أخرى، ولكن هذه هي تفاصيل. هذه هي تفاصيل توقيع الكابتن أحمد وحرصه الشديد على أن ينهي الأمر قبل أن يذهب إلى الأراضي المقدسة. وكلنا شفنا كابتن أحمد في المباراة الأمس وهو يؤدي بأعلى مستوى من الطاقة والجدية والرغبة والإخلاص،
يعني الراجل لم يقصر في حق النادي الاهلي. وده البقاء بحب. الناس اللي طلعت قالت ان احنا بنحرض الجمهور او ملك وكتابه بيحرض جمهور الاهلي على الاثنين اللعيبه احمد فتحي وعبد الله السعيد، اعتقد كلكم تابعتوا والحلقات موجوده. كان هدفنا او كان مطالبتنا الثابته والواضحه ان يبقايا بالحب او يرحلا بالاحترام. وكتير ما حاولنا نوصل للناس مفهوم الاحترافيه. وتاني ليس من المقبول توجيه هتافات لاحد. طبعا مرفوضه بكل الطرق باي شكل من الاشكال انك تسيء للاعب. اولا في المفهوم الرياضي العام ده غلط، دي نقيصه. لكن كمان لاعب اعطى للنادي الاهلي واسعد جمهور النادي الاهلي وعرق في فانيله الاهلي ومثل النادي الاهلي بكل اخلاص وتفان، لا 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 يستحق جمهور الاهلي الا كل الحب والاحترام، بقي او رحل. استاذ ابراهيم في نقطه بقى معنويه شخصيه لده كل شخص بيحب الاهلي. طيب ما هو انت لو تجاوزت في حق لاعب عايز يمشي من عندك يبقى انت متغاظ. لا بالظبط. ولا مبسوط؟ لا متغاظ. متغاظ تدي المتعه دي للي عايز يغيظك ليه؟ بالعكس، موضوع ابسط قوي من كده. اهلا وسهلا واهلا وسهلا. طيب كده عشان ما حدش يبقى متغاظ وانا هغيظ المهندس عدي شويه. انت بتغيظني على طول. لا هغيظك ان انا هطلع بره السياق. دلوقتي عبد الله السعيد نجم كبير، الجمهور تقريبا متحفز يعرف عبد الله هيروح فين. سياق الاحداث العام يقول عبد الله السعيد لاعب محترف بالشكل المعني او بالمعنى الحرفي للكلمه، عنده حق في الاختيارات. حتى الان الاهلي لم يحسم امره. البعض بيتحدث على انه الاهلي ممكن يكون بعيد عن المساله على الاقل في ظل ضوابط نظام الاهلي. اللي انا هسال المهندس عدلي فيها لانه بنسمع كلام كتير عبد الله يستحق. طيب عبد الله يستحق ليه الاهلي ما يديلوش ما يستحقه؟ دي نقطه. رقم اتنين، لو عبد الله قعد في الاهلي بشروط عبد الله، ايه تاثير ده على الاهلي كاهلي كفريق؟ ولو عبد الله مشي من الاهلي وراح اي حته، راح الزمالك عشان اختصر لكم المساله، الزمالك عنده مشاكل، عنده ظروف، ربما مسؤوليه شايفين ورقه عبد الله قد تكون ورقه بالنسبه لهم مربحه على اي صعيد من الاصعده، مش عايز ادخل في التفاصيل، هم اهل مكه ادرى بشعابها، لكن ربما شايفين في ضم نجم كبير بحجم عبد الله تقنى جه من امور اخرى. ربما، وربما عبد الله زي ما اتقال في الاول يستجيب لعروض خارجيه، قيل ان هي من الامارات وقيل ان هي من تركيا وفي روايه اخرى من الصين، ليكن برضه. بس في النهايه ان يذهب للزمالك لازم نتمنى له التوفيق. انه يروح تركيا او يروح الامارات نتمنى له التوفيق. اذا اتقال انه هو عايز يرجع في كلامه، لانه في نغمه من ساعتين ثلاثه انتشرت شويه، سالت المهندس عدلي قال لي انا سمعت برضه عشان كده انا مغيظه، انه الراجل لو انا لما اقول لك حاجه بينه وبينك تطلع تقولها. وانا بينه وبين الجمهور كده بخاف اقول لك انا بينه وبين الجمهور انه عنده رغبه بيتردد، عنده رغبه او مضى للزمالك ولم يكمل توقيعه بشكل او باخر، وعنده رغبه يعدل عنها ويبقى في الاهلي. ايه اللي يخلي عبد الله يبقى في الاهلي وايه اللي يخليه يمشي من الاهلي؟ عبد الله لو مشي من الاهلي مش هيمشي لان ده فيها سعاده ليه. ايوه. لان عنده عرض يصعب رفضه ويصعب تعويضه. يصعب رفضه ويصعب تعويضه. طب بالنسبه له عرض مالي، عرض كبير. هو ده اسبابه الشخصيه. ايوه. مش عشان انه عايز يمشي من النادي الاهلي ابدا، او انه مش سعيد. ده ازهى ايام الكابتن عبد الله سعيد، هو افضل لاعب الموسم الماضي، منافس لحتى اللحظات الاخيره على افضل لاعب هذا الموسم، افضل لاعب في منتخب مصر، احلى مواسم ونضج الكابتن عبد الله السعيد الايام دي. فما عندوش، لا ما عندوش هو ضيق او غضاضه، ولم يشكل يوما ما مشكله داخل النادي الاهلي. بالعكس
أداؤه بيتطور رغم ان سنه بيتقدم الا باستمرار بيزيد، ودي مش سهله في دنيا كره القدم. صحيح، يعني ده من الناس ليها كيرف، ده كيرفه واخد عالي. المسار اللي في اتجاه لقدام باستمرار. يبقى دوافعه الشخصيه اللي ما نعلمهاش. ما انت ممكن تيجي تقول ياه معروض عليه 40 او 50 مليون جنيه، ما انتش عارف الالتزامات اللي عنده عليها ايه، ما انتش عارف مسؤولياته ايه، ما انتش عارف هو مخطط لحياته ازاي، ما انتش عارف عليه اقساط ايه، ما انتش عارف يعني ترتيباته لحياته. هذه حسبه لا يحسبها الا هو. ولكن في نفس الوقت ما حدش هيبقى سعيد، خصوصا لو خرج وراح لمنافس، لانه مش بس انه بيسيب لك نوع من الثغره التي لابد من تعويضها واللي الاهلي قادر باستمرار على تعويضها، واكرر هذا مش فاهم انا دي ما زعلش حد، عايز اقف معاك في الحته دي، اصل دي لا تنتقص من قيمه احد، والا كان خطيب ما تعوضش وما خدناش بطولات، والا كان كانش عبد الله نجح مكان ابو تريكه، تريكه وبركات ما كناش كسبنا بطولات بعديهم، ما كانش من الاول كابتن صالح ورفعت الفنيجيلي وقبلهم الدوزوي ومكاوي، امال هو الاهلي ما فيش لعيب ما تعوضش، لان في طرق في التكتيك ممكن تخلي يعني ما تعتمدش على العنصر اللي بهذه المواصفات قوي. لا، في مواهب بتطلع لك، ربما رب ضارة النفع يطلع لك حد بالظبط. اذا انا مش قلقي على الكوره، لا انا، ودي هقولها لان دي الكابتن سيد كنا في حوار النهارده مع بعض، قلت له ما تيجي تعمل مداخله، قال لي انا حابب اعمل مداخله لكن تعال نتفق الاول هو ايه اللي كان موقف النادي الاهلي. هو يعني ناس كتير قالوا طب ما تدولهم كابتن سيد، وانا قلت له اذا ما نجحناش ان احنا نعمل لك مداخله وارجو تحاوله، هقول بعض الكلام اللي انت عايز توصله للناس اللي انا مقتنع بيه بالمناسبه يعني، واللي انا لمحت اليه. وقفل تليفونه عشان انت اللي تقول. الله اعلم. بيرقصك سيد عبد الحفيظ. انت مسؤول عن فرقه. انت مسؤول عن عيله. عندك ابن بتحبه وعايز تدلعه، لكن مسؤوليتك تجاه باقي الابناء تحول دون انك انت تاخده تميزه وتدلعه. ده حبك ليه يخليك ما تدلعوش على حساب غيره عشان اخواته ما تكرهوش، لان نجاحه ان كل العيله تتمنى له النجاح لحد ما ياخد نوبل، ما يغيروش منه. فانت بالنسبه انك انت تاخد نجم لوحده كده او اتنين نجوم وتعملهم حاجه استثنائيه، وهم عندهم نجوم لا يقلوا عنهم في المستوى والخبره والمكانه، بس ما عندهمش نفس الظروف، وجم سلموا لك القياد ووثقوا فيك وقالوا لك اتفضل ادي عودنا، ولي سليمان، حسام عاشور، هاني رحيم، رامي، لا ده يعني بجيب لك القدام كمان اللي هم الجيل بقى فانت عليك مسؤوليه وضميرك ما يسمحلكش انك انت عشان دول وثقوا فيك يتظلموا. انت ما ظلمتهمش، انت اديت لهم اقصى ما تستطيع. اذا غيرت اقصى ما تستطيع دي لابد ان هيبقى في اطار الجماعه. ايوه. هتكلفك كام بقى ساعتها الحكايه؟ هتخرج الى مساله اقتصاديه حتى لو فيها دعم من الخارج مش هتقدر عليها، لان اللي بيطلع ما بينزلش. خلاص بقى. ما بينزلش. وبيجر عليه بعد كده. لا، وبيجر معاه كل المستويات. كل حاجه طبعا. فهذه مساله كانت شديده الخطوره، وعشان كده قلت الاهلي يضارب اقتصادياته، وعندما يلقى دعم يبقى اقتصاد الاهلي هو اللي بيلقى الدعم، ويرجع يعيد توزيعه الى اصحاب الشأن بالطريقه التي تحقق العداله وتحقق لكل واحد مكانته. وكان كابتن الخطيب حريص جدا على النقطه دي، نوضحها، حريص جدا على هذا المعنى، انه عدم المساس بالنظام. بالنظام عندنا نظام. وانا افرح يعني، اصل الناس شايفه ان الصفقات بقت مسابقه لوحدها، وانك سابك انك انت ما تخطفش مني حد وانك اخطف منك اي حد. واللي يعمل كده هو البطل. البطل اللي لما ياخد لعيبه تغير مراكزه. احنا قبل كده خسرنا صفقات مهمه جدا، خسرنا شيكابالا ورجعنا له حاجته، خسرنا عمرو زكي وكنا عايزينه، خسرنا مش عارف مين، لكن كان عندنا
وقت عمرو زكي تحديدا نفس الظرف. كنا بنجدد لستة من أهم اللاعبين يا أستاذ إبراهيم، الشيء بالشيء يذكر، أنا مش خارج السياق. وده اللي أنا قلته. كان عندنا أبو تريكة، عصام الحضري، بركات، وائل محمد جمعة. شوقي، وائل جمعة، ست لعيبة، ست لعيبة. إسلام الشاطري يمكن وقتها، عماد متعب، عماد ست لعيبة من أهم لعيبة النادي الأهلي، ست نجوم تقال. وكنا عايزين ندعم بإيه؟ بعمرو زكي. وكان الاتفاق إنه هيجي دينامو كيف، ولا دينامو كيف، دينامو كيف. دريت بقى الوكيل بتاعه كلمني من فرنسا وقال لي طيب احنا دفعنا فيه 1,700,000 يورو، لو دفعتوا 1,700,000 يورو تاخدوه. قلت له لا، احنا تعالى ناخده على ثلاث مراحل، انا مش هقدر اديك اكتر من 350,000 يورو، فناخده اعاره سنه ونبقى بنيه البيع او بنيه التجديد لمدد مماثله. وهو كان جاي مصر على هذا الاساس. المهم قابلوه في المطار وخدوه على نادي الزمالك، وانا بلغت هم في المطار من الناس اللي مستنياه تبعنا تبع النادي الاهلي، دول رايحين ياخدوه. قلت لهم ما تتخانقوش في المطار، هو دريد لو هيروح الزمالك يبقى هو ناوي، لو جالي الاول هيروح الزمالك، لو راح الزمالك هيرجع له. فلما تاني يوم وانا عرفت بقى التفاصيل وكانوا قاعدين فين وخد ايه والكلام ده، وخلصوا هم مع دريد، فلما بيتكلموا قلت له انت جاي مخلص، قال لي لا انا لو اديتني 1,700,000 يورو، قلت له انا مش هديك 1,700,000 يورو. حتى هو طلبني قال انا في الفندق الفلاني، قلت له اركب تاكس، انا كنت هاجي لك مكانك بس في الميعاد اللي اتفقنا عليه، انت خليت بالميعاد تتجيلي مكاني انا بقى. اركب تاكس وقول لسواق التاكس وانت معاه خد المهندس عادل قيح، هقول له انا في ايه، هيجي هجيبك وين. لما جه قال لي 1,700,000 يورو، قلت له انا بقول لك مرفوضه. قال لي طب تدونا الكابتن ابو تريكه، قلت له انا بقول لك مرفوضه، المقبول انك تيجي تنفذ اللي انت جاي من فرنسا على اساسه. ورغم كده ده مش قراري، هسمعك قرار المسؤولين. كلمت الكابتن خطيب قال له نفس الكلام، احنا عملنا كده ليه؟ لان لو انسقنا ما كناش عرفنا نجدد لكل دول. ايوه كانت بقت مشكله. هو ده نفس الموقف، نفس الموقف، مع الخلاف ان اللعيب النهارده العظيم الكبير اللي انت عايزه موجود عندك بقى. بس عقده خلص. نتمنى ان نلاقي نفس المفاجاه الجميله، وقبل الفجر النهارده يكون في مفاجاه. طيب ما حصلتش، ايوه نقفل الصفحه وما نبانش قوي كده ان احنا متضايقين، ونعوض. يبقى الشغل العملي، طيب يا جماعه المستجد الجديد الراجل ده مش معانا، طب لو بره هيبقى مش علينا، طب لو هو جوه هيبقى مش معانا، ولازم نعمل حسابه. هنعمل ايه بقى؟ شغل المحترفين يبتدي. اذا اقدر اقول كصحفي القيعي بديل السعيد في الاهلي جاهز؟ لا بلاش طريقه خطف الكلام على لساني. انت تقدر تقول ايوه ان نتمنى، عشان ما نروحش يمين وشمال. طب الراجل اهو اللعيب العبقري الكويس اللي احنا عايزينه موجود، موجود قدامنا انه يبقى. لان الحلول كتير، هنقعد نفكر. مش بقول لك انك ده يمشي افتح الدرج انزل التاني. لكن ربما عندك لعيبه كتير مستنيه الفرصه، ربما حد منهم احمد حمدي وناصر ماهر وهشام محمد وهشام وميدو جابر وميدو. في ناس كتير وصالح جمعه وصالح، في ناس تقدر تلعب هذا الدور وتلعب ادوار بتعديل بسيط تغير لك تكتيك. وكابتن حسام البدري يستطيع من خلال التكتيك هذا، ما فيهوش إساءة للكابتن عبد الله، هذا لا ينتقص منه. احنا بنقول له ريحنا وامضي عشان نفضل زي ما احنا بنفس القوة ومن غير ما نغير حاجات كتير. لكن مش معنى كده القول ان لو اي لاعب مهما كان مهما كان، ونيمار لما مشي من نادي برشلونه توقعنا، هو كان السنه فاتت حتى برشلونه عامل موسم سيء، السنه دي سان جيرمان هو اللي تأذى. مش شرط ان اللعيب اهو، ده انا اللي عايز اقوله بقى. هل اللعيب لما يروح لنادي جديد في ضمانات الكيمياء ايوه اللي نجحته؟ لا مش بالضروره. طيب هل اللعيب لو راح لنادي جديد النادي اللي خرج منه قادر على انه يغير ده 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 من خلال مدرب جديد عمل شكل تاني للفريق؟ فما بالك مع مدرب يستمر باذن الله معانا حافظ الليله وكلها. فانا عايز اقول ايه، ليس تقليلا ولكن رجاء، اخر مره هقولها بقى وعلى حسابي وعلى حساب ما اقول، رجاء يا كابتن عبد الله
راجع نفسك ويبقى في الاهلي. طيب هناك امر ما احنا مش عارفين هل هو خلص وانتهى وصعب التراجع عليه زي ما انت كنت بتقول ولا نقدر اتراجع ما اعرفش، مش هنناقش الامور دي على الهواء. لكن في كل الاحوال كل الاحوال النادي الاهلي حافظ على جوهر الفريق الى حد كبير جدا، ناقص لاعب مهم قوي، نتمنى ان هو يبقى، ولكن اذا حدث غير هذا مش عايزين نحاول الموضوع. ربما الخير ما شاء ما اراد به الله، ربنا هي الخير. وفي كل الاحوال الاكثر من كده بقى خلينا بسلوكنا وبحضرتنا وبشيكتنا، محدش يسيء الى حد، محدش يسيء الى حد حتى لو راح الزمالك. ايه ليه؟ ايه المشكله؟ طب انت فين الشايب؟ طب هنستفيد. استناني بس، فين الشايب؟ شايب شايب ايه؟ لا سمعت لك مداخله مع الاستاذ مرتضى منصور. الاستاذ مرتضى مع الاستاذ احمد هو فين؟ طب انت سمعتها؟ طب مبدا سمعتها بس انا خليني اسالك في حاجه. هو قال ان انت قلت له في حفل الاهرام، هو انا قاعد بتفرج. اه الناس قالتكم اقول لها ده هيعلن عن الصفقه المنتظره. اه فانا من باب المهنه والفضول قلت استنى اسمع. فسمعت بقى بيقول ايه، بيسالوا الاستاذ احمد موسى فبيقول له انتوا ما عندكوش اللقطه؟ لا. طيب فبيقول له لا ده المصعد تقابلنا امبارح وكانت مقابله وديه، وهي حقيقه كانت مقابله وديه للغايه، وقال لي انه جدد لهم هما الاثنين. الله، هو خلص الكلام لقيت 30 40 مكالمه. قلت الموضوع ده استنى بقى في البرنامج اللي بعديه، لان كان البرنامج بيقفل اخر بريك، ولا لازم؟ قلت لا انا ارد في وجود الاستاذ مرتضى احسن حل، وارد بود، مش داخلين خناقه يعني. خاصه ان انت ما قلتلوش الخبر. ما هو انا بقى كنت حريص ان انا ارد بالنيابه عن كل المكالمات دي، اسمعوا اللي حصل. قلت لهم ارجعوا للحلقه والاعاده هتتعاد بعد شويه، اسمعوا الرد اللي انا قلته، ما حدش يسالني في حاجه تاني. بس فطبعا هو وانا قلت له الكلام ده، هو فعلا استاذ مرتضى ذكي جدا ودمه خفيف فعلا. صحيح. وفعلا صاحب مدرسه انه يموت ازمه باختلاق ازمه. بازمه. او باختلاق قضيه اكبر. فهو في كل مره عنده مشكلة يخرج منها، طلع مشكلة تانية تحلها، لا ويخرج منها يعني بسهولة يعني. فقلت له المعنى ده، قلت له أنت صاحب مدرسة عريقة أنا بتعلم منها، بس مش قادر أعملها أنك يعني الكلام يعني تحل المشكلة بمشكلة. فقام قال لي طيب عبد الله سعيد، قلت له ما أنت دلوقتي كان زمان عندنا لعبة الشايب، انك تمرر لي الشايب. واللي يقع في ايده الشايب الناس تحكم عليه. فانت رميت لي الشايب وانا مش هنام، لان التليفونات كتير، غير لما ارجع لك الشايب عشان اعرف انا يعني ايه. قلت له الكلام اللي انا قلته دلوقتي يفهم منه ايه؟ ما مضوش، لو مضوا مرحب بيهم جدا وسعداء بيهم جدا. ما مضوش عندي لحد الوقت ده. ايوه وقتها ما كانوش مضوا، لكن كان في معلومات ان احمد فتحي يقترب. مش هقول له على الهوا الكلام ده، لكن الحمد لله قبل ان يسافر كابتن احمد حسام. بس فالمساله بسيطه، مش عايزه خلاقات وما فيهاش تنظير على بعض. يعني انت تكسب صفقه، انتظر عندما تكسب او تحقق الهدف الاستراتيجي من الصفقه. خلينا نتخبس معاك شويه، ما تخلينا ننقل على لا 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 الحته دي بالذات. تفسيرك ايه؟ ليه؟ أنا مغرم بتفسير ما بين السطور. يعني أنا محلل هنا مش صاحب رأي. ماشي خليك محلل. ما أحبش أقرأ السطور بس. في ما بين السطور. أنت ما قلتش للأستاذ مرتضى منصور إنه عبد الله وفتحي وقعوا في الأهلي. أنا عارف أنت ما قلتش لأنه أصلاً ما مضوش. يعني أحمد فتحي لسه ماضي النهارده الفجر، وحفلة الأهرام دي من يومين ثلاثة. هكذب. مثلاً. أنا ما بكذبش. إذاً أنت ما كذبتش. لكن هو ترويج مرتضى منصور للجزئية دي واهتمامه يقول عدل القيعي قال دول خلاص مضوا في الأهلي، تحليلي أنا لنفسي اللي خلانا نرد. لا طيب ما أنت قلت تفسيرك لكلامه ده إيه؟ ما هو ده اللي خلانا نرد. إيه؟ أنا بقى طول الوقت بقول هو بيقول كده ليه؟ أيوة حاجة من اتنين. أيوة يا هو واثق قوي إنهم عنده، فعايز يحطني في موقف إن أنا فرحان قوي ان انا قلت ان هم جددوا، بعدين يقول لهم اهو مش عارف حاجه شتمهم الحجره.
ربما، او ربما يكون فعلا استاذ مرتضى فعلا ما مضاهمش، فمش عايز يعني يشيل حملهم عند جمهور الزمالك. هو ما جبتهمش ليه؟ مش متاكد ان هم معاه. هي مش هتخرج عن حاجه من الاثنين دول يعني. وفي كل الاحوال يعني اما تحليه بضاعه يا اما لا، يعني من غير ما يعني مش عايز اقعد اوصف، لكن هو لاسباب تخصه بشقاوه كده حدف اداني الشايب. وانا رجعتهول ما عشان اعرف انام، بس قال لي انا شهرتك. يعني كل ناس قال لي انا شهرتك، قلت له شو يعني تشوف لك طريقه تانية. قال لي بس انا مش عايز شايب، انا عايز بنت، ما عندناش بنات يا ده القول الاخير مش كده؟ ده اللي حصل، ده اللي حصل. ده اللي حصل. وانا ارجو ان ما تعملش ازمه الامور دي، يعني لان البلد مش مستحمله الحقيقه. وده في كلام كتير، بس شوارب بيحب ايهاب توفيق، عايز يطلع باغنيه لايهاب توفيق. وفاصل ثم نتواصل. سهرة احتفالية صح؟ يعني اللي يحب الاهلي يقوم يشجعه، يقوم يشجعه. لا هي احتفالية طبعا فيها، واحنا يعني متعمدين كل شوية ان احنا نجيب لهم اغنية فيها بهجة. يعني نختم بزين النوادي. طبعا طبعا زين النوادي. دي عايزة كلام، لكن يعني طبعا مش احنا كأهلوية بس او كجماهير بس اللي اهتمينا بقضية التجديد لكابتن أحمد فتحي وكابتن عبد الله السعيد، لكن حتى النجوم أصحاب التجربة ومنهم بعض أصحاب التجربة اللي سابوا النادي الأهلي وكان لهم تجربة اللعب للزمالك والأهلي، ويمكن أبرزهم وأنجحهم الكابتن حسام والكابتن إبراهيم. كابتن إبراهيم له نصيحة في هذا الأمر في راديو مصر، تعالوا نسمعها. أحمد فتحي أنا بقول إن هو ما تخسرش، هتطلع بره عشان ممكن جزء فلوس زيادة، ما أنت ممكن تروح بعد شهر، ما في زي في لعيبة طلعت، في بعضهم توفى وفي لعيبة ما توفقتش، افرض ما مشيتش معاك مع هناك بعد شهر هتخسر، مش هتاخد الفلوس اللي أنت ممكن تكون في دماغك، هتاخد 50% من الفلوس اللي أنت هتاخدها صح؟ ممكن ما تاخدش المبلغ اللي انت في اللي هيتقال لك عليه، لان ما فيش حد بيروح نادي بياخد العقد كله اول ما بيروح، بتاخد على الاقل 50% فاهمني؟ يعني من 25 ل 50%. افرض ما كملتش، افرض انت ما حضرتش مش هتشكل كويس، هيبقى خسرت هنا وخسرت هنا. انا بقول بس انا عايز اقول لك حاجه من الاخر، يا عبد الله واحمد فتحي ما تخسروش النادي الاهلي. تمام، يعني ما تمضوش للزمالك لو الزمالك عارض عليكم عرض. مع احترام الناس الزمالك انا ما دخلنيش في الحته دي. تمام، يبقى ما تخسروش جمهور الزمالك كبير. تمام، بس انا بتكلم على مستوى على الفكر، انا راجل شايف رؤيه اوسع. تمام، ما تغلطش لما انت واقف على ارض صلبه والناس بتحبك والنادي عايزك تجدد. دي رساله مهمه جدا من نجم كبير بالظبط، حصل معانا احنا، فانت ليه عايز تسيب مكان انت ربنا يكرمك فيه واكيد الناس هتقدرك فيه. يعني كابتن ابراهيم حسن في اخر كلمتين، وده حصل معانا احنا، يعني هو الراجل تقريبا بيشاور على تجربته هو والكابتن حسام حسن. بس لو احمد فتحي وعبد الله السعيد، احمد فتحي خلاص جدد، بس قبل التجديد لو كانوا سابوا الاهلي راحوا الزمالك او راحوا اي حته، مين الخاسر؟ الاهلي ولا هما؟ ده اللي قاله ابراهيم حسن في القناه الاولى. لو انت مكان عبد الله السعيد دلوقتي تفكر ازاي يا كابتن ابراهيم، او قرارك يكون ايه؟ الجزئيه الثانيه، انا طبعا نادي الزمالك كبير والنادي الاهلي كبير، واي لعيب شرف ليه اللي يلعب في الاهلي او في الزمالك طبعا، بس مع احترامي والله، بس نفسي انا نفسي عشان ما بقولش كلمه الناس للاسف فيهم غلط، انا بقول احترامي كبير لنادي الزمالك واحترامي كبير لنادي الاهلي. انا مش شايف ان عبد الله، وشايف ان احمد فتحي هيخسروا كتير جدا 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 فوق الوصف. لو هم خدوا الخطوه دي. ليه؟ لو خدوا خطوه يعني ايه؟ الانتقال للزمالك؟ خدوا خطوه ان يلعبوا لاي نادي في مصر غير النادي الاهلي. ايوه تمام؟ حتى لو المقابل المادي يا كابتن ابراهيم، حتى لو المقابل المادي كبير وخرافي وما ينفعش يترفض؟ حتى لو اضعاف ما بيقولوا.
يعني اسأل مجرد. أيوة يعني لا لاعب بهذا الحجم هذه يعني التجربة يكاد يقول لهم ما تكرروش تجربتنا. اللي تعود على مناخ معين ويجي يغيره خصوصا اذا كان مرتاح فيه ولاقي كميته فيه. ضمانات نجاحه مش متوفره كتير. بس انا مش معنى كده ان انا في موقف انصح ولا اقول حاجه للكابتن عبد الله، هو رجل يستطيع ان يتخذ من قرارات ما يناسبه. طب الاعداد بيقول لي على حاجه، انا اتمنى انه يبقى. لكن اذا لم يبقى هذا قراره. الزملاء في الاعداد بيقولوا لي على حاجه دلوقتي. طبعا الناس كلها يعني قال لك الكابتن مدحت شلبي حلف انه عبد الله ما رايح الزمالك. طيب بيقولوا حلف بالطلاق. عبد الله نفسه الاكونت بتاعه في التعريف بيه لما كاتب لاعب منتخب مصر والنادي الاهلي بيقولوا لي ابتداء من الساعه 5 شال حته ولاعب النادي الاهلي. هو شالها من على تويتر. هو فاضل له قد ايه في عقده؟ في عقده ايه؟ باقي له شهرين ولا مش من حقه يشيل دي دلوقتي. وفيها قدر من عدم التوفيق، لان دي اشاره واضحه انك انت بتقول للناس ما تحاولوش. طب ليه بتبتديها بدري؟ انت لسه لك شهرين في عقدك. هنا ابتدي اختلف معاه بقى. لكن مساله ان هو شالها ان الناس تقول لازم يكون رايح الزمالك، ربما يكون شالها لانه هيسافر بره. مش عايز انا اخش طب احط نفسي إيه؟ مكانه خلاص. بقول لك ايه، عمرو اديب استبق الاحداث واعتبر انه عبد الله راح الزمالك، هل عنده معلومه ولا لا؟ لكن كتب هذا التويت عمرو اديب النهارده من شويه، الاهلي خد الدوري واحنا اخذنا عبد الله السعيد، مبروك للاهلي واملنا ان عبد الله يحافظ لنا على المركز الثاني السنه الجايه. ما هو ملوش حل عمرو، يعني ملوش حل. طبعا لو كان في تصريح بصوته يكون اجمل. بطريقته الشيقه دي يعني. طيب اذا ده الاخر كلام في موضوع تجديد احمد فتحي النهارده، ثم تعليق امر عبد الله السعيد اللي نصحه كمان الكابتن وليد صلاح الدين في القناه الاولى. نشوف. طيب الكلام ايه يعني، رايك ايه في الكلام اللي بيتقال ان عبد الله السعيد وقع في الزمالك؟ برضه يعني انا مش هقدر احط نفسي مكان اللعيب، الله يكون في عونه، مساله صعبه قوي. لكن انا اتسالت عن موقفي، انا بقول اقعد في النادي الاهلي، لكن مش كل الناس زي بعض. واحد عبد الله السعيد الله يكون في عونه، لو احنا بالاخبار اللي سامعينها انه واخد يعني واخد خمس شنط بالظبط، تحديدا خمس شنط فيهم 40 مليون جنيه وياخدهم ويروح البيت، الله يكون في عونه يعني. بس هي في الاخر انا بقول ايه، ان النادي الاهلي مش مكسبك دلوقتي، مكسبك طول عمرك بعد كده. يعني دي برضو خلينا نقولها للناس عشان الناس برضو ما تحسش ان احنا بنتكلم في حته تانية. الفكره كابتن كريم حسن شحاته مستريح هنا في قناه مصر الاولى، تمام، وعاشر الناس ولقى المكان ده حلو قوي، ولقى الناس ملتزمين جدا، ولقى الناس مدلعينه قوي، ولقى الناس يعني عايزين له الرضا يرضى، وعملوه نجم النجوم، تمام؟ تمام. وجاله بعد كده قناه بضعف الثمن. هنا كريم غير وليد غير محمد غير عبد الله، كل واحد ليه تفكير، كل واحد ليه تفكير. اقعد هنا وانا مبسوط ولا اروح اخد فلوس اكتر ولا الكلام ده؟ كل واحد يعني مختلف. مختلف تمام. خمس شنط. وليد هو وليد بس بينصح، بيقول لو انا مكان، لو انا مكانه ما اقدرش اقول له اعمل زيي، بيقول لو انا مكانه مش هسيب الاهلي. طيب بس هو في حاجه بس ما خدناش كده بالدكه في الشنط. ما اتعمل تقول لي خمس شنط خمس شنط. لما وليد عنده معلومه يقول لك انه خد خمس شنط فيهم 40 مليون او 50 مليون جنيه. امتى؟ طبعا الايام الاخيره. لا يمكن. ليه؟ الايام الاخيره دي تحديدا من 10 ايام مستحيل حد ياخد مليم من نادي الزمالك. لا يجوز قبل حكايه اللجنه. لا، ولو ان في اشاره الى نفس الرقم اللي بيتردد دلوقتي، هو كان في مشكله انه عجز، وتم تفسيره بانه تم سداده بالكامل للاعب في صفقه مدويه. هل هي دي الصفقه؟ هل هي دي يا جماعه؟ احنا كده بنخش في تفاصيل مش عايزين نخش فيها قوي بصراحه يعني. انما انا مختلف معاه بس لو كان غير
البروفايل بتاعه شال هذا لم يحدث. دلوقتي محمد مصطفى بيقول لي في الاعداد انه ده مش صحيح وانه الاكونت أيوة. بتاعه فيه التعريف بتاعه زي ما لا طبعا طبعا ما ونبي عشان كده يا جماعه اي ده الحساب الموثق الاصل لانه برضه في لعيبه كتيره ليها حسابات لا واحده طبعا في ناس ممكن تزق لنا اخبار لتسميم الانهار أبر اللي بيننا وبينه. احنا خدنا معلومه جات لنا من الاعداد، الاعداد الان بعد طلب ما هو حب يتيقن بينفي تماما ان يكون الكابتن عبد الله اللي انا قلت لو عمل كده يبقى غلطان والحمد لله انا ما عملش كده. لان دي مسؤوليه. انت بتعين اكنك بتقول انك تعاقدت في لحظه وبتعلن تعاقدك. حتى يعني من ناحية الاحترافيه والقانونيه مش صحيح. خلينا لاخر وقت اذا اردت ان تعلن. ليه؟ عشان انت عليك التزامات تجاه فريقك، وانا بقول لك والله تصوري كده ان كابتن عبد الله قرار المغادره ليس سهلا عليه بالمره. لانه عايز اقول لك على حاجه يا باشمهندس، هو ناجح بالكيمياء دي بالمجموعه دي، هو ناجح بالكيمياء ديت وعنده صراع تاني. ووليد لما قال ان كل واحد له حساباته وكل واحد له تفكيره ده صحيح. في لعيب ربما يرضى بالقليل في مناخ فيه سعاده وفي نجاحات هتجلب له عوائد اكتر، بس انت القليل برضه هتضرب ريح عشان ما نقعدش نقول القليل ده القليل من الكتير. ده القليل، ده القليل كتير قوي من القليل، ده القليل من الكتير. ايوه فما فيش حد قليل في النادي الاهلي. النادي الاهلي بيدي اعلى فئات في مصر وبطريقه منتظمه ومضمونه، والنادي الوحيد اللي ما خفضش عقود لعبته لما كان هناك توقف الكرة وهناك أزمة ومفيش مدخول. تحمل النادي الأهلي هذه المسؤولية اللي ابتدوا عايروا المجلس الأسبق بأنه هو كان عليه فلوس كتير لعبته. هي كانت دي صحيح، هي كانت الفلوس دي، لأن الأهلي كان يقدر يقول إيه فورس ماجير أو سبب قهري 50% خصم من كل العقود، ما كانش حد هيقول حاجة بما فيهم اللعيبة. الأهلي ما رضيش يعمل كده. طيب برضو في إطار عمليات التسويق والمشاركات الخارجية، الأهلي هيواجه فريق مارادونا بقى في الإمارات. وافق الكابتن حسام البدري المدير الفني على سفر للإمارات يوم 25 هذا الشهر لخوض مباراة ودية يوم 28 أمام الفجيرة الإماراتي اللي بيقوده كمدير فني النجم الأرجنتيني الكبير ديجو أرماندو مارادونا. الأهلي هياخد 200,000 دولار نظير اللعب ضد فرقة مارادونا هيحصل عليها الأهلي في إطار احتفال النادي الإماراتي باليوبيل الفضي لتأسيسه. كابتن حسام البدري هيسافر الإمارات بدون اللعيبة الدوليين، ده لارتباطهم مع المنتخبات الوطنية في هذه المرحلة يا باشمهندس. هو العرض ده يعني أنا أعرف تفاصيله لأنه اللي اتصل بي أول واحد. وأنا يعني قلت له ابعت كلام مكتوب علشان نقدر لجنة الكرة تناقشه، يعني اصحاب الاختصاص مش انا صاحب القرار في هذا الامر يعني. فبعتناه وهو بيحتفلوا ب50 سنة على انشاء نادي الفجيره اللي بيدربه مارادونا فعلا. وكانوا حريصين جدا، ودي جت في اعقاب العوده من السعوديه بعد الاحتفاليه بتاعت فؤاد الانور، اعتزال فؤاد الانور. وانا بقول لك كانت كلها مكاسب يعني. أحد مكاسبها إن الناس لما حبت تلجأ إلى طرف يحتفلوا معاه هو النادي الأهلي. والأمور مشيت وكويس يعني، يعني كل مشوار بيروحه الأهلي في الخليج هو دعم لشعبيته ودعم لخزنته. دعم للشعبية ودعم للخزنة مع بعض. لأنها أفراح ولأنها فترة التتويجات الحمراء، فريق الأهلي للكرة الطائرة للرجال هيتسلم إن شاء الله درع بطولة الدوري الممتاز اللي حسم لقبها بعد ما فاز بكل مبارياته. وكان لأنه دي لقطات لتسلم الأهلي لدرع الدوري، احتفالية كبيرة كانت بعد الفوز على طلائع الجيش الفريق القوي والمنافس المباشر للأهلي في الطائرة. الأهلي فاز 3-0. حضر هذه الاحتفالية زي ما حضراتكم شايفين المهندس خالد مرتجي والأستاذ محمد الضماطي والأستاذ محمد الجرحي أعضاء مجلس إدارة والدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي وهويده مندي المدير التنفيذي للاتحاد الافريقي ايضا والاستاذ خالد نصف سليم رئيس الاتحاد المصري
والكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي في النادي. كانت احتفاليه كبيره بعد موسم شاق جدا وتتويج مستحق. الحقيقه رجال الطايره حاجه تشرف يا باشمهندس. اهميه هذا الفوز اهميه هذا الفوز السلامه هو يقول لي اهميه هذا الفوز انه تحقق بعد غياب 3 سنوات. ايوه لان فريق تقريبا بالكامل فريق النادي الاهلي غادر النادي الاهلي ومعظمه راح طلاع الجيش. استطاع ان يحصل مع طلاع الجيش على الدوري في السنوات الماضيه. عبد الله عبد السلام حارس انه يرجع، وكان كابتن احمد صلاح حريص جدا والحقيقه وسطني انا شخصيا لكن لسبب مش مفهوم ما تمش يعني الاداره السابقه ما رحبتش بهذه العوده. وطب كلموه يا جماعه الراجل بس عشان يبتدي هو يطلب انه يمشي. كان كل شويه يقول لي ما حدش اتصل بيا ما حد في سبب ما خلاهم يعني يرحبوا بعوده عبد الله دون احمد صلاح. فهو كان في الوقت ده بقى في السنتين دول ايه اللي حصل؟ طلع جيل هايل جدا. ايوه يعني انا شفت لسه محمد الحسيني لاعب رائع قوي شفته لسه مع طلاع الجيش. ايوه لكن دعمت نفسك بمحمد عادل من سموحه، طلع لك احمد قض واحد من اعظم اللعيبه اللي طلعت، نضج جدا عندك عبو عبد الفتاح عبو بقى احسن لعيب في مصر سنتر بلوك. الحقيقه الاهلي عنده في تجربه الحمد لله عنده في تجربه الكره الطائره والالعاب الجماعيه تجربه رائعه، لان قطاع الناشئين ماشي كويس جدا بيدعم وهناك دعم مستمر لصفوف الفريق الاول. ارجو انه يحتفظ بالبطوله الافريقيه يقدر ياخدها. ارجو ان نبقى ملوك الصلاه كعهدنا. اذا استعاده الاهلي دوري ابطال او دوري الكره الطايره ده بدايه التجديد والتحديث للنشاط الرياضي وايضا استعاده البطولات. عشان تبقى دايما وابدا ايام الاهلي كلها افراح واحتفالات زي ما حدث زي النهارده. لكن في 12 مارس 1983 الاهلي فاز على المريخ السوداني 1-0، ده كان في دور ال 32 لبطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري وقتها، سجل الهدف محمود الخطيب. نفكركم بيه. يا خالد جاب الله، خالد لمختار على صدره وبيعدي وماشي اخر فرصه وفات من ناحيه الشمال وبيلعبها بالعرض مش لحد يخطبها. طاهر ابو زيد وفي مثل هذا اليوم في 92 بعد 9 سنوات من هذا اليوم اللي كان في 83 اهداف الاهلي وليوباردز الكيني في بطوله افريقيا ابطال الكؤوس. بدر رجب بيرد على طول عند ايمن شوقي، يلا ايمن هو باللعب ولا بحلو بعد 27 دقيقة. أيمن شوقي كرة حلوة 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 مفاجأة، ولسه بقول له يلا أيمن ماشي محمد رمضان ماشي محمد وهو الجول هو الجول محمد وبيريحها لمين؟ يا خبر أبيض وأسود يا سلام محمد رمضان بيجيب الجول الثاني 2-0 في الدقيقة 45
محمد رمضان بيجيب الجول الثاني. على الاقل جيب جول وسامع رابع بالشوط. تعبير كويس قوي. اخونا محمد رمضان انت قلت بيتاوب وهو بيجيب جول. طريقة تحت يعني لعيبه بالعرض جت تاني جايب الجول وراجع يعمل له. ولما تساله يقول لك طب ما هو ده دي شغلتي. ده دوري وانا بفرح. يقول لك افرح ليه؟ اول مره يعني دي طريقه احتفال ما حدش في العالم عملها. بيتاوب انه يتاوب. ايمن شوقي عمال يرقص ويجري وهو لا ايمن. انا افتكرت ايمن اللي جاب الجول والله. طيب اتحاد الكوره النهارده كان في مراسم توقيع وثيقه المشاركه في البطوله العربيه بنظامها الجديد بقوتها بجوائزها. شهد مقر الاتحاد في الجبليه توقيع الاهلي والزمالك والاسماعيلي على عقود المشاركه في هذه البطوله. وقع عن اتحاد الكره المهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، وطلال الشيخ مندوبا عن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكره القدم. وقع عن نادي الزمالك الاستاذ مرتضى منصور، وعن نادي الاسماعيلي المهندس ابراهيم عثمان، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي كان ممثلا للنادي. مراسم التوقيع حضرها ايضا من مجلس اداره النادي المهندس خالد مرتجي، ومن مجلس اداره اتحاد الكوره المهندس احمد مجاهد والكابتن مجدي عبد الغني. الاستاذ شريف فؤاد يمكن له مؤتمر مصغر للاعلان عن تفاصيل هذا التعاقد. هنسمع راي او مداخله، هنشوف الكابتن او الاستاذ شريف فؤاد وهو يتحدث عن هذا التوقيع، والاستاذ طلال الشيخ المندوب عن تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي خلال مراسم التوقيع في اتحاد الكره. وبعده نطلع لفاصل ثم نواصل احتفائيه الدوري. البطولة حتكون بطولة بإذن الله تعالى تليق بأنه يوجه العرب من خلالها رسالة أنه قادرين على إقامة أفضل وأقوى البطولات على مستوى ليس فقط العرب أو القارات، على المستوى العالمي والدولي، وأن تشهد تنافس كبير. وأيضا كما أعلن من قبل معالي المستشار حيكون هناك مكافآت كبيرة جدا لهذه البطولة للأندية المشاركة. هناك مكافآت على مراحل المشاركة، ومكافأة البطولة ستصل إلى 6 مليون دولار بحول الله تعالى. بطولة تشامبيونز ليج حتستمر لأنه راعينا عدم تعارضها لا مع بطولة الأندية الأسيوية ولا بطولة الأندية الأفريقية لإعطاء فرصة الأندية، ولأنه إصرار الاتحاد العربي والمكتب التنفيذي برئاسة معالي المستشار الأستاذ تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد أنه أقوى الأندية العربية فنيا وجماهيريا هي اللي تشارك. فكانت البطولة ستقام من 32 فريق من نظام الذهاب والإياب من خروج المغرب بحول الله تعالى. تم عمل رزنامة لا تتعارض مع بطولة الأندية الأفريقية ولا بطولة الأندية الأسيوية. وأيضا عندنا كأس آسيا للمنتخبات حتكون خلال وقت البطولة، فأيضا سنتوقف لها قرابة الشهر أو أكثر قليل لإعطاء لاعب الأندية المشاركين مع المنتخب فرصة للعب فيها بإذن الله. هذا التعاقد الرسمي لإعلان المشاركة حسب العقود اللي معدة من الشركة الاتحاد العربي، وتمت التوقيع عليه من الأندية الثلاث مصادقة اتحاد الكرة المصري عليها، وكان فيها يعني الجوائز والحوافز والأنظمة البطولة، وأيضا سيتم تسليمهم لائحة البطولة هذا العقد، وهناك أيضا اللائحة سترسل لكل الأندية للاطلاع عليها. والله يعني احنا أكدنا لهم على دعم سعادة المستشار رئيس الاتحاد والمكتب التنفيذي لكل الأندية العربية ولكرة القدم العربية وللرياضة العربية، وأنه كان التوجيه أن نبدأ من الأندية المصرية رحلتنا، وبعدها سنتوجه إلى عدد أو إلى تقريبا غالبية الدول العربية للتوقيع مع الأندية اللي تم اختيارها من الاتحاد العربي للمشاركة في النسخة الأولى من البطولة. صعب الآن لكن
بدا ان شاء الله من بعد بكره حيكون في تواقيع ثانيه حننتهي منها باذن الله خلال فتره وجيزه كل الانديه تكون مع المشاركه. الحقيقه انه النادي الاهلي كان حريص على التعاون مع اتحاد كره القدم المصري والاتحاد العربي بالطبع من اجل انجاح هذه البطوله في نسختها الثانيه، وهي لها خصوصيه في هذه المره لانه في عدد كبير الحقيقه من الانديه العربيه مشاركه. من مصر في ثلاث انديه، النادي الاهلي بالطبع بالاضافه الى النادي الزمالك والاسماعيلي. الحقيقه انه هتقام البطوله يعني بنظام خروج المغلوب بدءا من دور ال 32 ثم دوره مجمعه. النادي الاهلي حريص مش بس علشان الحقيقه العائد المادي او الفني من هذه البطوله، ولكن فكره جمع العرب في بوتقه واحده وتوطيد الاواصر بين الاشقاء العرب ده هدف من اهم اهداف النادي الاهلي وممارسه رياضيه محترمه. توقيع العقود تم في مقر اتحاد كره القدم المصري في القاهره، ومثل النادي الاهلي فيه المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الاداره هو مكلف مجلس الاداره بهذا الملف، ووقع العقود طبعا المدير التنفيذي للنادي الاهلي الكابتن محمد مرجان. بنتمنى ان شاء الله انه البطوله تخرج بشكل يليق وانه يكون في وقت لاداء هذه المنافسات بشكل يليق باسم النادي الاهلي. الحقيقه زي ما بنقول الجائزه الاولى مغريه، انت بتتكلم عن 6 مليون دولار صح، سيخصص منها 10% يعني ما قيمته 600 ألف دولار لاتحاد اللعبة، لكن المبلغ الثاني مبلغ كبير يمكن لأي نادي أن يساعد به في بناء فريق وفي تطوير منشآته وخلافه. المهم أن البطولة العربية تخرج بشكل يليق باسم العرب. طيب ليلى نظمي طبعا اغنيه جميله قوي، وبتقول ان احنا من 40 سنه و400 سنه و باذن الله يظل الاهلي يحتفل من خلال القوه الناعمه من محبيه من فناني كل جيل بانتصاراته التي تتوالى. ولكن الحلقه الماضيه استعرضنا معاكم او اللي قبليها بتاعت احمد قيشو بتاعت نادي القرن، وقلنا لكم في شباب هايل جدا بيشتغل وبيجتهد وبيطلع وبيوثق، واحنا دعما مننا لهؤلاء الشباب العظام اللي بيحبوا الاهلي بجد واللي مش طايقين ان يتم تزييف التاريخ ولا هيسمحوا بهذا، وحتى يصبح للاهلي درع وسيف مش البرامج والاعلام ولكن جمهوره الواعي الذي يبحث وينقب. النهارده قلنا الاهلي كسب البطوله الـ40 الحرام من وجهه نظر الناس اللي مش قادره وبتلهث عشان تلحق بالاهلي. فدايما انا في البنك زميلي بيترقى وانا ما بترقاش، يبقى اصل مراته قريبه المدير والكوسه وانا مش منافق، والاسباب التي ننتحلها تريح نفسنا ونروح ننام، والتانيين بيترقوا وبيعدوا. واحده من البطولات الحرام اللي هي 81 جون 83 اظن 81 جون الكابتن حسن شحاته. تصدق 81 بيتكلموا فيه لحد النهارده؟ الجون ده كان جون واتلغى؟ كان جون شرعي وما اتحسبش، لكن تاثيره ايه على البطوله؟ واحد من شبابنا ايضا النابه المجتهد المحب بعت لي حاجة وأنا تفاهمت مع الأستاذ إبراهيم وجدناها جديرة بالتحليل. الأستاذ أحمد أسامة وهو مقيم حتى في الخارج لكن مشغول بالأهلي، نقب وبحث ووثق وذهب إلى المصادر وتحديدا مؤسسة الأهرام وجاب منها أوراق مختومة بكل كلمة بيقولها. تعالوا معانا نشوف البطولة دي، هو الأهلي يعني كسبها لإلغاء هدف الكابتن حسن شحاتة ولا الموضوع لو مشي بأصوله كنا وصلنا لإيه؟ نشوف أحمد أسامة.
عليكم ورحمه الله منورين. اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات قذائف اسامه. وموضوع حلقه النهارده ميكانيزم الدفاع الزملكاوي الاهلي بيكسب بالحكام. ميكانيزمات الدفاع هي حيله بيلجا اليها الشخص لما بيواجه مشكله في حياته عشان يتكيف مع الحياه بدون الم او احباطات. كرويا مشجع نادي الزمالك، خساره بطوله ورا خساره بطوله ورا خساره بطوله، والمنافس هو اللي بيفوز بالبطولات دي. فلازم عشان يقدر يتكيف مع الحياة بدون ألم أو إحباطات فدايما يصدر فكرة الأهلي بيكسب بالحكام. الحقيقة الميكانيزم ده زي ما أنا حابب أسميه خد مراحل تطور. بدأ إن هو يسلط الضوء على مباراة ويقول إن احنا خسرنا البطولة بسبب المباراة دي، فبدأنا إن احنا نستعرض مباريات البطولة كلها ونشوف مدى استفادة من الاخطاء التحكيميه ومدى الضرر الواقع من الاخطاء التحكيميه سواء بالنسبه للاهلي او الزمالك. وكانت دايما النتيجه بتصب في مصلحه النادي الاهلي، وان نادي الزمالك بنكتشف ان هو بيستفيد اكتر من الاخطاء التحكيميه. فبدا يتطور الموضوع مع الزملكاويه واخترعوا شيء اسمه الاوقات الحساسه. يعني يقول لك الاهلي ممكن يتظلم في اول الدوري عشان ده وقت مش حساس، لكن الزمالك في النهائيات او المباريات الاخيره دايما بيتعرض للظلم. وبرضه ردينا عليهم باخر على الاقل بطولتين خدهم الزمالك من الاهلي في المواجهات المباشره، السوبر المصري وكاس مصر. حكم السوبر المصري طلع اعترف بركله الجزاء لعبد الله سعيد وانه خان التوفيق انه ما حسبهاش. وفي كاس مصر طرد لباسم مرسي مستحق، الحكم تغاضى عنه وحسب انذار، واحرز باسم مرسي هدفين وتحولت البطوله او البطولتين بخطا تحكيمي لنادي الزمالك. ماسكتوش، بدأوا يطوروا أكتر في الميكانيزم، فبدأ يقولوا إن الأخطاء التحكيمية الفادحة دايماً تتحسب ضد نادي الزمالك. فاكرين هدف حسن شحاتة الملغي في دوري 81-82، وكأن هدف حسن شحاتة ده بقى الملاذ اللي بيلجأ ليه كل الزملكاوية عند أي خطأ تحكيمي ضد نادي الزمالك. طب تعالوا نشوف دوري حسن شحاتة 81-82 ونشوف فعلاً هل الهدف ده كان سبب في ضياع الدوري من الزمالك زي ما بيقولوا. مبدئيا قبل ما اتكلم عن اي حاجه تخص هدف كابتن حسن شحاته اللي بتقولوا عليه ان التحكيم اهلاوي، خلونا نسمع من كابتن حسن شحاته رايه ايه في حامل الرايه اللي الغى الهدف بتاعه. يعني انا وانا ما كنتش اوفسايد، هو اتحسب على اساس اوفسايد. وهقول لك حاجه غريبه جدا، كابتن عبد الرؤوف عبد العزيز كان حامل رايه وده من اكبر الزمالكاويه اللي موجودين في مصر. والوحده راح عامل كده، الكابتن حسام كمان قاعد يقول له فين 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 فين. كابتن حسن شحاته بيتكلم عن الكابتن عبد الرؤوف عبد العزيز الحكم اللي لغى الهدف او حامل الرايه اللي لغى الهدف ان هو من اكبر الزملكاويه في مصر، يعني مؤكد مفيش شبهه تواطؤ. طيب تيجي نسمع ابن الكابتن عبد الرؤوف عبد العزيز اللي هو الحكم ياسر عبد الرؤوف بيتكلم عن نظره والده للجول ده ازاي؟ انا عايز اقول لك ان الكابتن لغايه 3 سنين فاتوا كان مقتنع 100% ان هو كان سليم. ما شافش الكرة فيديو بعد كده؟ لا 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 لا، ولا هو بيتفرج ولا هو في دماغه انا كراجل سليم انا الصح الموضوع انتهى. كابتن ياسر عبد الرؤوف بيؤكد ان والده لحد اخر 3 سنين كان على يقين ان الهدف ده فعلا تسلل وما كانش بيحب يشوف الهدف، وده بينفي اي شبهه تواطؤ عن الحكم مع ان الخطا فادح فعلا. ولكن لو رجعنا الاخطاء الفادحه كابتن برضو عبد الرؤوف عبد العزيز تسبب في خساره الترسانه قدام الزمالك موسم 78-79 باحتساب ركله جزاء مش صحيحه وهدف من تسلل واضح، وتقدم الترسانه باحتجاج ولكن لجنه المسابقات رفضت الاحتجاج. يعني ده كابتن عبد الرؤوف عبد العزيز. ولاحظوا حاجه في الفيديو بتاع كريم، القضيه شاغله الناس لدرجه ان اللي بقى مهتم بيها الجيل الثاني. المباراه من 81، كابتن حسن شحاته خلف كريم، والكابتن عبد الرؤوف عبد العزيز خلف ياسر عبد الرؤوف. فبقى الجيل الثاني بيناقش القضيه، هو في كده الاهلي بيكسب بالحكام الزملكاويه. يعني حتى الكابتن حسن شحاته بنفسه قال لك عبد الرؤوف عبد العزيز اكبر زملكاوي في مصر، وياسر عبد الرؤوف قال والدي لغايه من سنتين او 3 سنين ما كانش ابدا عايز مصدق ان هي تسلل، يعني ما كانش عنده تواطؤ. الحقيقه احمد اسامه زي ما اشار المهندس عدلي باذل مجهود توثيقي رائع وبخف الدم. مين اللي جاي بقى؟ ركزوا معاه نشوف. خلاف على ان الجول كابتن حسن شحاته هدف صحيح 100% ولا يختلف عليه 2، ولكن قضيتنا النهارده هو هل الهدف ده حول مسار الدوري من نادي الزمالك
للنادي الاهلي عشان نعرف الكلام ده لازم نبص على موقف الفريقين قبل المباراه ونحط افتراض ان النادي الزمالك كسب ونشوف موقف الفريقين بعد المباراه. موقف الفريقين قبل المباراه النادي الاهلي 38 نقطه ونادي الزمالك 36 نقطه. مباراه القمه دي في الاسبوع قبل الاخير وبالمناسبه هي متاجله من الاسبوع ال15 لان الاسبوع ال15 وال16 اتاجلوا لظروف هنتطرق لها في الحلقه، ولكن المباراه هتتلعب في الاسبوع قبل الاخير. هنفترض جدلا ان جول كابتن حسن شحاته اتحسب وان نادي الزمالك فاز على النادي الاهلي، بالتالي عدد نقاط نادي الزمالك هيبقى 38 والنادي الاهلي هيقف عند 38 نقطه. باقي ماتش المنيا وماتش المقاولين للزمالك. الاهلي تعادل مع المنيا ولو ان الاهلي لو كان اتهزم من الزمالك كان اكيد هينزل بمقاومات الفوز، ولكن انا هقول ان النادي الاهلي اتعادل مع المنيا ووقف عند نقطه 39. وهفترض جدلا كمان ان النادي الزمالك فاز على المقاولين المباراه اللي انتهت لصالح المقاولين 2-1، لا انا اقول الزمالك فاز على المقاولين المباراه دي فوصل رصيد الزمالك ل 40 نقطه والنادي الاهلي ل 39 نقطه. بس استنى بقى معايا، انت كده طالبت بحقك وطالبت بالعداله، بس العداله مش انك بس تاخد حقك، لا لو في فرق ثانيه لها حقوق لازم تاخدها. اول الفرق اللي لها حقوق عند نادي الزمالك هو فريق المنصورة في المباراة اللي اتلعبت بينهم بتاريخ 30 ابريل 1982، وافضل من يتكلم عن المباراة دي عشان تصدقه هو الصحفي الكبير الزملكاوي علي السيسي. نشوف قال ايه ونرجع تاني مع بعض. الماتش ده كان المنصورة كان كويس، كان في مستوى عالي، كان في مهاجم في المنصورة اسمه محمود درويش الله يمسيه بالخير. ده في احدى الهجمات من على بوز ال 18 كده بيحاول يلعب الكرة بالعرض راحت منه دخلت يعني راح للجون، وكان عادل المأمور متقدم شوية فراح لحقها ونام بيها جوه الشبكة الجانبية. الحكم عبد الرؤوف المرشدي كان احتسب هدف، احتسب هدف للمنصورة، هدف مليون المية. الراية قال له تسلل، قال له تسلل ازاي ما حدش عارف. الايام قامت والدنيا باظت والاحتياطيين بتوع المنصوره نزلوا وحاوطوا الراجل الراية انت ازاي. فالراية ادعى انه اتضرب وجان ممدوح مصباح طبيب الزمالك ملا راسه مارك كروم ولف الشاش وعمل وكان حصل ايه، واتهموا محمد الهادي 37 دوري اتهموا محمد الهادي اللي هو نجم المنصوره القديم رئيس نادي السنبلوان حاليا بانه ضربه بازازه الكوكاكولا وفتح له راسه واتشطب او اتوقف محمد الهادي لمده عام كامل. وكان هنا انا بصيت عبد الرؤوف المرشدي حكى احتسب الهدف الدنيا باظت، بصيت لقيت لعيبه نادي الزمالك حسن شحاته ومحمد صلاح فاروق والدنيا كلها نطوا من فوق السور الحديد ودخلوا اوضه اللبس، فاضطر الحكم ينهي المباراه واحتسبت للزمالك 2-0. كابتن علي السيسي وخد بالك من المصطلحات قال لك حامل راي ادعى ان حد ضربه وتم ايقاف لاعب المنصوره لمده سنه وتم احتساب نتيجه المباراه لنادي الزمالك 2-0 لنقطتين لا يستحقهم نادي الزمالك بشهاده زملكاوي كبير. وده بالمناسبه اللي توافق مع جريده الاهرام ان فعلا الحكم المرشدي احتسب هدف لصالح المنصوره ثم لغى المباراه. لو وقفنا عند المباراه دي بس وشلنا من حضرتك الاثنين بونت بتوع المباراه دي اللي خدتهم بدون وجع حق هتبقى وصلت للنقطه 38، يبقى النادي الاهلي بطل الدوري رسميا ب 39 نقطه. ولكن انا حبيت اكمل معاك عشان اعرفك ان هدف حسن شحاته ده كان نعمه كبيره بالنسبه لنا كاهلاويه. يعني انا متذكر المباراه دي تماما، ما هو واحده من المباريات برضو اللي اتلغت واتحسب نتيجتها 2-0 الزمالك. ده في عمر عبد الله طوبه بتاعته طوبه هو اللي اتعور الهدف واتلغت واتحسبت. ما هو بص علي السيسي شاهد عيان وراجل زملكاوي والمنصوره لا ده يوميا كان حاجه غريبه جدا. وبعدين بص الحكايه يعني الحكم نفسه يعملوا له ميكروكروم ويحطوا له شاش على انه ده دم بدل ما تشوف المباراة يحسبوها 2-0 ويتكلموا على الحرام والحلال 2-0 على المنصور ويتكلموا على الحرام والحلال. نشوف كمان احمد اسامه المتالق الحقيقه. اننا نبحث في موسم 81 82 لان هنلاقي كمان هدف ملغي لصالح غزل دمياط
في المباراة اللي اتلعبت في الأسبوع العاشر بين الزمالك وغزل دمياط بتاريخ 22 يناير 1982 الكرة بتتلعب عرضية من جناح فريق دمياط بيخش راس حربة دمياط يلعبها بدماغه علي المأمور بيستهتر بالكرة وبيحاول يلعبها الكرة بدماغه بتنزل قدام مهاجم دمياط بيحطها جوه الشبكة علي المأمور بيترمي على المهاجم الحكم بيصفر فاول. بالمناسبة غزل دمياط اتقدم باحتجاج للجنة المسابقات ولجنة المسابقات قالت مفيش حاجة جت في تقرير الحكم وانا ما باخدش غير بقرارات التحكيم وعايزين نحط دي بين قوسين لانها نحتاجها في الواقعة الكبيرة اللي حصلت في الموسم ده دلوقتي حالا ان لجنة المسابقات بتاخد بتقرير الحكم فقط لا غير. طبعا بعد رفض الاحتجاج المقدم من فريق غزل دمياط للجنة المسابقات اتحسبت المباراة بالتعادل بين الفريقين الزمالك وغزل دمياط 0-0 وبكده الزمالك حصل على نقطة غير مستحقة بسبب خطأ تحكيمي بإلغاء هدف صحيح لفريق غزل دمياط. ولو جينا خصمنا النقطة دي من رصيد الزمالك اللي كان وصل 38 يبقى الزمالك وصل ل 37 نقطة. ولكن هل هذه النقطة هي كانت آخر نقطة استفاد بها الزمالك في دوري 81-82؟ باشمهندس يعني لا ده في نقطة مش عايزين نخطفها كده لأن ليها تأثير على حاجة مهمة جدا جاية. اتحاد الكرة بياخد تقرير حكم فقط. ايوه ودي اللي حط اسامه تحتيها خط عشان هنشوف اللي جاي بقى عمليه اتحاد الكوره هو في موقف تاني للزمالك برضو محتاج تقرير الحكم وده اللي هنشوفه. مش عارف هتبقى اللي جاي ولا اللي بعديها لكن كلمه تقرير حكم فقط الزمالك بالتعادل مع الاتحاد والمباراه دي عملت مشكله كبيره جدا. المشكله بدات من مباراه الزمالك والاولمبي في المباراه في الاسبوع ال 13 الاولمبي بيفوز على الزمالك 2-1 كابتن عادل مأمور وكابتن محمد سعيد نجوم الزمالك راحوا يعتدوا على الحكم اعتداءات لفظيه واستخدموا الفاظ نابيه كتبها الحكم في تقريره. لجنه المسابقات اجتمعت وقررت ايقاف كابتن عادل مأمور 3 مباريات وكابتن محمد سعيد 6 مباريات. لحد هنا الامور طبيعيه جدا. 2 لعيبه غلطوا الحكم كتب تقريره لجنه المسابقات اوقفت الاثنين لعيبه ولكن لانهم 2 لعيبه من نادي الزمالك كابتن محمد لطيف القائم باعمال رئيس اتحاد الكره وفي نفس الوقت عضو مجلس اداره نادي الزمالك ارسل خطاب من نادي الزمالك لاتحاد الكره بيطلب فيه التحقيق الاول مع اللعيبه قبل الايقاف. كابتن محمد لطيف كان المفروض يعمل ايه في الحاله دي او اللوائح والقوانين بتقول ايه؟ بتقول ان هو يعرض الخطاب على اعضاء مجلس اتحاد الكره ولكن كابتن محمد لطيف عرض الخطاب على رئيس جهاز الرياضه مباشره الاستاذ يوسف ابو عوف اللي تاني يوم اصدر قرار بوقف تنفيذ عقوبه اللاعبين حتى التحقيق معهم. فبالتالي خد الخطاب كابتن محمد لطيف رئيس اتحاد الكره وارسله لنادي الزمالك فاشرف نادي الزمالك عادل المأمور تقدم الاتحاد السكندري بشكوى للجنه المسابقات بيحتج فيها على اشراف الزمالك لعادل المأمور. ايه اللي حصل؟ لجنه المسابقات اصدرت قرار بفوز الاتحاد السكندري 2-0. مش كده وبس ده لجنه المسابقات كمان قدمت استقالتها وطالبت من اتحاد الكره عقد جمعيه عموميه عشان تنظر في الاستقاله وكان احتجاج لجنه المسابقات ان اتحاد الكره برئاسه الاستاذ محمد او الكابتن محمد لطيف يكيل بمكيالين ومفيش تكافؤ فرص بين الفرق لان سبق ولجنه المسابقات اوقفت لاعبين كتير جدا ولم يتم التحقيق وكان بيتم فقط الاستناد لتقرير الحكم. بمناسبه قبول كابتن محمد لطيف للاستقاله المقدمه لجنه المسابقات الصحفي عباس الاستاذ عباس لبيب في جريده الارام عمل حوار مطول مع اللواء علواني مصطفى علواني اللي قدم استقالته بتاريخ 15 فبراير يعني قبل الواقعه دي بحوالي اسبوع او 10 ايام. قال ايه اللواء مصطفى علواني؟ قال ليس من حق مجلس اداره الاتحاد او سلطته قبول استقاله لجنه الدوري العام وتشكيل لجنه اخرى من داخله، فالاستقاله يجب ان تعرض على الجمعيه العموميه للانديه تلك التي انتخبتها، كما ان هناك تحطيما للائحه السلوك التي يجرى عليها العمل. لقد اتصل بي يوسف ابو عوف رئيس جهاز الرياضه قبل الجلسه التي حضرها مع الاتحاد لشرح سبب طلبه ايقاف تنفيذ الجزاءات من مجلس الاداره وطلب مني حضور الجلسه، فرفضت بالطبع لان استقالتي لا راجع فيها ولكنه سالني عن الراي في حل المشكله التي تبحث عن ايقاف سريان الجزاءات فقلت ان الخطا واضح والحل اكثر وضوحا هو تنفيذ اللوائح ولم يكن من حقك التدخل بتلك الطريقه. قرارات لجنه الدوري العام ملزمه للاتحاد فيما يتعلق بجدول المباريات ما لم تتعارض مع مقتضيات الامن العام والجزاءات ايضا ملزمه ما دامت طبقا لنص لائحه السلوك الا فيما يتعلق بالجزاءات الماليه
فيجوز للاتحاد تخفيضه. إذن مخالفة صريحة وواضحة من الكابتن محمد لطيف، ولو كان اللواء مصطفى علواني مكمل كرئيس للاتحاد كان هيتم حسم الموضوع، وكان هيكون الفوز للاتحاد على الزمالك 2-0 وخصم نقطة كمان من الزمالك اللي هينزل رصيده ل 36 نقطة. لما كل ده بيحصل قبل مباراة القمة، مؤكد كنا هنيجي وقت مباراة القمة مش هنحتاج حتى للفوز أو التعادل فيها، وهيكون تقريبا الدوري اتحسم للنادي ده. مجموعة من المواقف الغريبة جدا تدمرت هذه الفقرة. اتحاد الكرة الذي أخذ بتقرير الحكم وقال لك التقرير الحكم هو الأساس في وجود الكابتن محمد لطيف، هو نفسه اتحاد الكرة اللي رفض ياخد بتقرير الحكم عندما استقال اللواء مصطفى علواني احتجاجا على ما يجري من مهازل داخل اتحاد الكرة وتدخل الأستاذ يوسف أبو عوف الذي كان وكيل لوزارة الشباب وقام بأعمال رئيس جهاز الرياضة وهو زملكاوي قح ولعب باسكت بول في الزمالك يعني وله أكثر من موقف مع النادي الأهلي في الباسكت هنجيلها في معادها. يوم إيه؟ شوف الحيلة، رفع الإيقاف لحين انتهاء التحقيق، ويحاول التحقيق دون أن يمر ويصبح القرار خارج من الوزارة مش خارج من اتحاد الكرة الذي يرفض القرار، لأن الناس عندها كبرياء، كابتن لطيف مش لوحده، ويقرر احتساب نقاط المباراة لنادي الاتحاد ويرفض كابتن لطيف هذا القرار وتتداعى الأمور. هذه يا سيدي مجاملة الحكام في هذا الموسم الشهير. والكابتن لطيف وكيل اتحاد الكرة وقائم بأعمال رئيسه وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك، زي لما الأهلي خد التسع دوري الأولانيين قبل الثورة، حيدر باشا وزير الحربية رئيس اتحاد الكرة ورئيس نادي الزمالك، وده تكرر بعد كده المشير عامر رئيس اتحاد الكرة وهو واحد من أقطاب الزمالك وأحد مصطفى عامر حسن عامر مصطفى، كل دول قيادات ورموز زملكاوية كبار وجمعوا بين المنصبين وحسن حلمي، عشان كده الأهلي كان بيكسب بالحكام الزملكاوية. نشوف أحمد أسامة وهو مستمر في تألقه الحقيقة. إن الكابتن محمد لطيف حب يدخل النادي الأهلي طرف في الموضوع، واستغل خلاف بين حسن حمدي كابتن حسن حمدي ودروبيت المدير الفني الألماني اللي كان مصر على إشراك الخطيب بعد 48 ساعة مباراة البلاستيك وهو مصاب، وطبيب المنتخب قدم تقرير للجهاز الفني ان هو مصاب، ولكن ادروود قال لازم يشترك الخطيب، رفض كابتن الخطيب لانه فعلا مصاب، فتم ايقاف اللاعبين النادي الاهلي كلهم لان ادروود رفض يشارك اي لاعب من النادي الاهلي في مباراه دينو بوخارست الروماني، كانت مباراه وديه، رفض يشارك اي لاعب من النادي الاهلي، وتقرر عقوبه 7 لاعبين حتى تكون مساواه بين الاهلي والزمالك. ولكن هذا الأمر لا يعنينا، يعنينا ما تحدثنا عنه، 3 مباريات استفاد منهم نادي الزمالك استفادة واضحة وصريحة بالتحكيم، وكمان مجلس الإدارة بتاع الاتحاد برئاسة محمد كابتن محمد لطيف، مباراة غزل دمياط وهدف لغزل دمياط، مباراة المنصورة وهدف تم إلغاء المباراة بسببه، مباراة الاتحاد وإشراق عادل مأمور وهو موقوف. آخر نقطة حابب أتكلم فيها هي القوة الإعلامية لنادي الزمالك اللي بتضخم اي خطا او اي حاجه لصالح نادي الزمالك، وبتقلل اي حاجه ضد نادي الزمالك او ضد مصلحته، بدليل ان هدف حسن شحاته من 82 عايش معانا حتى الان وكل البرامج زيته، في حين ان مثلا هدف زي هدف كابتن جمال جوده لاعب النادي الاهلي في موسم 77 78 في اخر مباراه في الدوري لفريق غزل المحله اللي اتلغى بدون اي سبب واضح، لو كان الهدف ده مثلا اتحسب كان النادي الاهلي حصل على الدوري موسم 77 78 اللي حصل عليه الزمالك بعد الفوز 2-0 على الاسماعيلي بفارق هدف اعتباري في مباراه الزمالك والمحله اللي هي الطوبه الشهيره. ولكن القوه الاعلاميه لنادي الزمالك بتضخم اي حاجه لمصلحه نادي الزمالك، وبتقلل اي شيء يدين نادي الزمالك او ضد نادي الزمالك. كذلك اداره نادي الزمالك لما تعرف ان في الموسم ده موسم 81-82 احتج النادي المصري، احتج النادي الاهلي، احتج نادي الاتحاد السكندري، احتج النادي الترسانه،
احتج النادي الاسماعيلي خمس انديه تم احتجت على الاتحاد الكره في التوقيت ده برئاسه كابتن محمد لطيف اللي دخل جهاز الرياضه في الموضوع، والامر ما اتحلش الا لما وصلنا لرئيس الوزراء، يعني دخل كمان الحكومه في الموضوع، وفي النهايه بعد عدم احتساب هدف حسن شحاته رئيس النادي كابتن حسن محمد حسن حلمي بيسحب الثقه من كابتن محمد لطيف ارمز اداره نادي الزمالك ورئيس اتحاد كره القدم. مش عشان خلاف، لو في خلاف ما كانش استقالت لجنه المسابقات، ما كانش استقالت لجنه الحكام، ولكن تم سحب الثقه من مجلس اداره اتحاد كره برئاسه كابتن محمد لطيف لتصدير للراي العام الزملكاوي ان احنا مضطهدين ومحاربين من التحكيم ومن اتحاد الكره طول ما الزملكاويه بيتبعوا الاساليب دي وبيفكروا بالطريقه دي وبيدوروا على اي سبب لنجاح النادي الاهلي كاتحاد كوره او المكسب بالحكام، هيفضل دايما يردد الزملكاويه الاهلي بيكسب بالحكام وهيفضل دايما النادي الاهلي يحصل. وانا بدوري هستقيل من هذه الحلقه، وصلنا الى نهايتها. لا لسه في حاجه مهمه. ايه اللي تاني؟ لا في حاجه مهمه. انت احمد اسامه اللي بيستحق علينا. لا خلصت احمد اسامه. احمد اسامه اللي بيستحق التحيه الحقيقه، يعني مجهود توثيقي هايل. سواء اشر نقطه انا كتير لما بلفت نظر المهندس عدلي او اساله فيها، هو عشان الاهلي ما بيزنش الحقوق بتموت؟ يعني احنا من 81 لغايه النهارده الجيل الثاني، يعني الكابتن كريم حسن شحاته والكابتن ياسر عبد الرؤوف بيتكلموا في الواقعه بتاعه الاباء، لكن هل واقعه لسه حاصله؟ ما حدش اتكلم، تقريبا اتنست. لسه السنه اللي فاتت الاهلي مباراه السوبر، الاهلي بيلعب مع الزمالك ماتش السوبر في الامارات. هو قال كده؟ هو قال ديت، بس انا بقول لك حد بيذكرها؟ يعني مباراة الكابتن حسن شحاته بتاعت 21 بصراحة شفتوا كمية الأخطاء اللي في الموسم. الوحيد اللي ذكرها الأستاذ مرتضى لما كان عايز يعني يعيد المباراة بتاعت عايز المقاس. يستند لحاجة قال لك طبعا كان ماتش السوبر، حكم مباراة السوبر، يعني الزمالك خد كاس، خد لقب، فرح جمهوره واحتفل، والراجل الحكم نفسه بيعترف إنه الأهلي كان ليه ضربة جزاء الحكم ما شافهاش. نفكركم بحكم مباراة السوبر، ودي واحدة من تراكمات كبيرة. Yeah, I saw in this in on the match was he played the first played the ball and after the pass to the some other players there was the contact but for us wasn't penalty. Yeah, it is in this match must be the 100% penalty. اتفضل يا باشمهندس. هو احنا ليه بنقول الكلام ده؟ علشان برضو الناس ما بتسمع وجهه نظر واحده بالحاح بتعتبرها الحقيقه. فاحنا بنقول الكلام ده وهو موثق، وبنساعد ولادنا وشبابنا ان هو يطلع الحقائق والحقائق فقط. لان مش عايزين اي واحد يدعي، وبالدليل النقلي كمان لازم يبقى فيه شيء لائق بالنادي الاهلي عندما تحدث يكون حديثا موثق يتسم بالصدق والحقائق الدامغه والدامغه فقط. حلقتنا النهارده كانت حلقه يوم الانتصارات، يوم الانتصارات في كل الاصعده، يوم السعي الى الاستقرار، يوم انتصار مبادئ الاهلي، يوم انتصار في الكرة الطايرة رجال وسيدات، في كرة القدم، في الانتصار لحب النادي الأهلي، الانتصار لحق النادي الأهلي دون أي مجاملة ودون سعي إلى لا دغدغة مشاعر أحد، ولا في نفس الوقت إن احنا جماهيرنا في عينينا، جماهيرنا هنحافظ عليها. وشفنا رئيس النادي وهو حريص بداية هذه الحلقة انه اكد على هذه المعنى، الغلطان هيحاسب لكن اللي مش غلطان الاهلي هيقف معاه حتى يحصل على يعني العدالة الناجزة والكاملة. استاذ ابراهيم، الاهلي مش عظيم عشان بيكسب. هذه حلقة
بتسجل وتوثق لجزء كبير من معاني عظمة الأهلي. الأهلي بيكسب عشان عظيم، وسيظل عظمته هي مجال فخر قبل أن تكون النتائج لجماهيره والأعضائه وللتاريخ الكروي والرياضي. إذن ألف مبروك للأهلي بطولة الدوري، وألف مبروك للكابتن أحمد فتحي بقاؤه في الأهلي، فالسعيد هو من يبقى في الأهلي. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في التاسعة مساء الخميس القادم إن شاء الله، ونسيبكم مع زين النوادي.